عن الأرثودونتيك دايجنوسيس. الدايجنوسيس بالدينتستري أو خلينا نقول الميديكال دايجنوسيس إن جنرال عندها مبدأ، المبدأ مالتها يسموها problem oriented approach. problem oriented approach ليش يسموها problem oriented approach؟ يسموها problem oriented approach لأنه بيها قصد هذه الجملة، جملة كلش مهمة كلش نحتاجها، إنه إن إحنا المشكلة على مود تنحل لازم نرتبها. معناها شلون نرتبها؟ نرتبها كالآتي: يجينا البيشنت بالدنتال كلينيك، لازم ناخذ الانفورميشن من عنده. الانفورميشن شلون تجي؟ الهيستوري عن طريق كلام هو البيشنت دي يحكي هو يحكي، تمام؟ يعني اذا البيشنت لازم يحكي، هاي حولنا اول معلومات حصلناها من عنده، رقم واحد. رقم اثنين لازم الدنتست او الاورثودونتست او البراكتيشنر او الميديسن ميديكال او الدكتور او اي شخص اللي هو المسؤول لازم يسوي اوبزرفيشن، لازم ينتبه. يعني البيشنت يحكي والطبيب يتابع، يسوي له كولكشن لمجموعه من الانفورميشنز. هاي الانفورميشن راح تتجمع، راح يسموها بالداتا، تمام؟ داتا منين تجي؟ من الكولكشن اللي من الكلام البيشنت ويا الاوبزرفيشن مال دنتست، تمام؟ هاي داتا اللي من تتجمع لازم السبيشالست شو يسوينا؟ لازم السبيشالست يسويها اناليسيس على مود يحصل على نتيجة. هاي النتيجة يسموها بالبروبلم ليست، تمام؟ البروبلم ليست، ورا ما يحصل على البروبلم ليست لازم يفكر بالسكند بارت ورا الدايجنوسيس اللي هو تريتمنت. صار عندي بهذا الكلام هسه انا قاعد احكي بالبروبلم اورينتد ابروش تو بارت، دايجنوسيس وتريتمنت بلان. الدايجنوسيس حنجمع معلومات والتريتمنت بلان حنحل المعلومات اللي حصلناها للبروبلم ليست اللي سويناها من البيشنت، تمام؟ كل بارت من هذا بصفة معينة تختلف عن الثاني. بالدايجنوسيس لازم اقف شيء اسمه التروث، حقيقة. يعني البيشنت لازم يحكي بكل اونست كل شيء، وتخلوه يحكي without your opinion without your judgment without interference. يعني تخلون البيشنت يحكي باللي يعرفه واللي يريده واللي يفتهمه واللي عنده علاقه واللي ما، يعني مو يحكي حكايه ما عنده علاقه انقطع ولا لا هذا ما له علاقه بالكلام، لا ماكو شيء، تمام؟ لازم يكون كل شيء حقيقه، حتى الشيء اللي انتم تريدون تسالون خلال هاي مرحله الداتا كولكشن لازم يكون شغله حقيقيه كلها صحيحه، ما بيها اي كذب بالموضوع، ما بيها اي التفاتات بالموضوع، كلها تروث على بدنا نحصل. واهم شيء مين يحكي؟ لا اوبينيون لا جادجمنت ولا انترفيرنس، هاي ثلاث شغلات لازم نتدخل بيها، تمام؟ بهالطريقه راح نقدر نحصل على البروبلم ليست، تمام؟ نجي للتريتمنت بلان. يختلف التريتمنت بلان عن الدايجنوسيس. بالدايجنوسيس قلنا تروث الحقيقه، لكن بالتريتمنت بلان ما نحتاج الحقيقه، يعني ما نقدر نجي نشرح للبيشنت كل التريتمنت اوبشنز. ليش؟ لانه الادفايزر والوزدم تجي من الدينتست، صح ولا لا؟ من حضراتكم وليس من البيشنت. انتو لازم تحللون الكلام مالته، تحللون الحاله مالته، شنو يحتاجه؟ توصلوه الى ذا ماكسيمم بنفيت تريتمنت بلان. يعني خلينا نقول اكو هذا التريتمنت بلان رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه، اربع تريتمنت بلانات لهاي الكيس. اي حاله من هاي الحالات البيشنت يستفاد وليس الدنتست، تقول الكلام مو انا استفاد ماديا اكثر اختار لي هاي الطريقه، لا، الطريقه اللي هي اكثر يستفاد من هو البيشنت لازم اشرح له، ما اشرح له اذا انذر اوبشنز، اشرح له اياه انذر اوبشنز الا في حاله وحده من يكون عندي طريقتين
نفس الماكسيمم بنفيت يحصلها من الطريقتين، تمام؟ بس يمكن هاي الطريقة بي ادفانتج هالشكل وهاي الطريقة بي ادفانتج بالنوع ثاني. اشرح له الطريقتين هو اللي يختار. لكن اذا كان عندي طريقة واحدة وحاصل على الماكسيمم بنفيت لازم شي يكون الطريقة الواحدة لازم اشرح. هاي الحالة هاي ما تحتاج الى تشوف، تحتاج الى another option another important اللي هو الوزدان. بالتريتمنت بلان نحتاج الى الوزدان، الحبه بالتصرف، تمام؟ بالدايجنوستيشن نحتاج الى تروست بدون انترفيرنس للبيشنت. هاي هي الطريقه الوحيده اللي نقدر نحن نحل مشكله البيشنت ونعالجها يعني. هاي الشغلات اللي احنا نشرحها يحتاج الى مجموعه من الشغلات يعني الشغلات لازم تساعدنا. طبعا هذا المخطط موجود، خليتكم اياها بالهذا، هو يوضح لكم الطريقه شلون نسوي كلينيكال اكزامينيشن، تجمع الانفورميشن وراها يصير الداتا بيس مال بيشنت. يعني ما اعرف ليش قاعد اتخيل هو السبب ال لا دكتور سبب الداتا شو الداتا شو اب هذا الانترفيو هذا الاناليسس وهذا الريكورد كلينيكال اكزامينيشن تتجمع يصير داتا بيس شوفوا سب كلاسيفيكيشن نحصل على الدايجنوزز للبروبلم ليست شفتوها؟ نعم. بالبروبلم ليست راح تواجهنا شغلتين ايذر باثولوجيكال كونديشن او ذا مال اوكلوجن. احنا تذكرون الان مشرح لما محاضره اول محاضرات المال اوكلوجن احنا ايش قلنا؟ قلنا المال اوكلوجن اتس نوت ا ديزيز صح؟ It's a condition. لو تتذكرون هذا الكلام. هو حالة. هاي الحالة احنا نحلها باقتناء البيشنت. صح؟ ماكو فد واحد حيجينا للعيادة مال الأورثو راح يقول لنا أنا أحتاجه لأنه يأذي لي سني. هذا كلام خطأ. يأذي سنه معناه كيريز وليس مال أوكلوجين. تمام؟ لكن إذا جانا خلال البروبلم ليست شفت إنه الشخص عنده pathological condition like caries, periodontal problem أو whatever وأدى المال occlusion الأفضلية والأولوية لازم تكون للمنو؟ تمام؟ يعني البيشنت قبل ما نحل المال occlusion مالته لازم نعالج pathological condition مالته، نعالج الكاريز البريدنتال بروبلم كلها نعالجها وبعدين بدي نحل مشكلة المال occlusion اللي عنده، تمام؟ عاد بنيجي مال اوكلوجن نحلل الكيس شنو الشيء اللي يحتاجه شنو التريتمنت بلان اللي يحتاجه وننطي ونشرح له تفصيل التريتمنت بلان اللي حصل على الماكسيمم بنفيت، تمام؟ زين يتم هذا الشيء عن طريق مجموعه من الدايجنوستيك ايدز. راح تشوفون بالمحاضره عندي تو تايب اوف دايجنوستيك ايدز الاسينشال والنون اسينشال. بعد طبعا المحاضره يعني هي ماده علميه، تمام؟ لو نجي لواقعنا هسه اللي نشرح نشتغلها بالعياده، يعني هو من اسمه essential diagnostic aids لازم هذول كلتهم البيشنت اللي راح اشتغله الاورثودونتيك تريتمنت كله لازم اوفر له اياه. انا هسه مو كله اقدر اوفر له اياه. الفاسيلتيز اضافه للتكنولوجي، التطور اللي صار بالتكنولوجي مالتنا. اول شيء الكيس هيستوري والكلينيكال اكزامينيشن يعني الكيس شيت راح ناخذه راح نبدي نشتغل عليه ونشرحه ونسويه. استادي موديل لازم ناخذ امبريشنات البيشنت، سيرتن راديوغرافيز بيري ابيكال لاترال او بي جي بايت وينج يعني البيشنت اذا اخذناه بيري ابيكال ولاترال او بي جي بايت وينج يعني ما نشتغل احنا اصلا يعني استنى هو على وضعيته ما نشتغل والله كريم. فيشل فوتوغرافي راح ناخذ الفوتوغراف الراديوغرافي صار بيها ليميتيشنز يعني ما يحتاج كلها ناخذها هسه الشيء الوحيد اللي قاعد يعوض عن كلهم هو الاو بي جي تمام. ايام زمان كان ماكو او بي جي كان ياخذون البري ابيكال وكان ياخذون البري ابيكال يعني سيجمنتد لكل بارت يعني سيفرال بري ابيكال راديوغرافيز كميه الاكسبوجر وايد راح يتعرض عليها البيشنت. هسه حلوها انه قاموا ياخذون او بي جي وانتهى الموضوع. اللاترال سيفالومتريك لانه هو من الفاسيلتيز اللي هي مو كلش متوفره عندنا يعني كماديا غاليه كمكانات الاهليه كمكانات حكوميه خلينا نقول مو كل مكانات متوفره فيها لهذا يستخدموها الا لحالات السكليتال بروبلمز الشغلات الكلش ثقيله نحتاج انه نسوي دايجنوست عن طريق اللاترال سيفالومتريك. البايت وينج
هسه صار ماكو داعي له، لانه هذا البايتوين كانوا يستخدمون لحالات الامباكشن، بس حتشوفوها يعني بالمحاضره مال البايتوين كانوا يستخدمون الامباكشن، هسه قاموا يستخدمون السي بي سي تي الا للحاله ضروريه يعني. اما الفوتوغرافي لازم كل بيشن ناخذ الفوتوغرافي لازم نسوي له سادي موديل، اضافه لازم نسوي له الديشن. من اسمها essential يعني معناها هي ضروريه انها تكون موجوده ويا each case in orthodontic branch of dentistry. تمام؟ النون essential هاي الكيس شيت معهم، هذا study models لازم تكون فيها قواعد معينه، لازم البيس شلون تترتب شلون هذا كله لازم ناخذها بمحاضره خاصه مع study model. هذا البريبكال جيوغرافي، هذا الاو بي جي، وهذا البايت وينك، وهذا اللاترال سيفالومتريك، اضافه للفوتوغرافيز. شوفوا راح تاخذون الفوتوغرافي تسمون محاضره خاصه مال الفوتوغرافي، اكسترا اورال وانترا اورال، وكل فيو من هاي الفيوات لازم تسووها للبيشن داخل الكلينيك، هاي واجب عليكم بالكيسات مال الكلينيك مالتنا. تمام؟ اكسترا اورال انترا اورال، وترتبوا ليها هالشكل الطريقه، هاي الطريقه على ورقه اي 4 تخلوها ويا الكيشي تقدموها بنهايه السنه، كلش مهمه. تمام؟ النون اسينشال دايجنوستيك يعني شنو معناها النون اسينشال؟ يعني معناها مو كلش مهمه، لا هي مهمه لكن اولا انه ديفيكولت انه نوفرها لكل بيشنت لان الفاسيلتيز مالتها ثقيله نوعا ما. تمام؟ راح تشوفون الاسامي موجوده هنا شغلات مو هذه، وثانيا مو كل بيشنت يحتاجها، بعض البيشنتس يقولون يحتاجها. فاول شيء عندنا سبيشالايز رادوغرافيز الاوكلوزال فيو and other review, electromyography examination, hand radiography, computer CT scan, MRI, endocrine test, blood test, certificate. هاي مجموعة من البيوبسيز و يعني هذا الفيو ايام زمان كانوا يستخدمون على ما يشوفون الامباكشن مالتنا بليتالي لو بوكالي. تمام؟ بالفيوات مالتها. هسه ما قاموا يستخدمون اصلا الافلام مال باتوين صارت ما متوفرة يعني. تمام؟ قاموا يستخدمون السي تي سكان، هذا الكتروميوغرافي للاشخاص اللي عندهم بروبلم بالماسكولار فانكشن. ممتاز. الهاند راديوغرافي هذا يستخدموه على مود جروث بريدكشن، على تشوفوا شخص بي جروث او لا. احنا دائما اكو اشخاص خاصه ماي فانكشن ابلاينس من نبدي نستخدمها راح نستخدمها للاشخاص اللي لازم يكون بالاكتف جروث تايم. هذول الاشخاص لازم نعرفهم. يجينا شخص عمره 10 سنين 11 سنه 12 سنه اوكي، بس مرات يجينا شخص بيكون محير، تشوفون شخص ضخم او شخص ناعم بس عمره خلينا نقول 15 سنه 14 سنه، الاسنان مو كلها صار بها الرابشن، اتوقع انه عنده بعض من الجروث ريمننت، بعض الجروث ما كملان عنده. اتاكد عن طريق الهاند ريست راديوغرافي، اقدر اتاكد اكثر من هذا الموضوع. تمام؟ هاي راح تاخذوها بالمحاضرات بشكل مفصل اكثر يعني. السي تي سكان صار هو الحل الوحيد في حاله الامباكشن، في حاله الامبلانت والسوالف في الاورثوجنوستيك سيرجري، كل صار يوفر لي عده شغلات استفاد بعدها بالسي تي سكان بدل الاوكلوزال راديوغرافي. ام ار اي وسنسيتيفيتي تيست انذر تيست، هاي حالات معينه يجيني شخص احس انه ميديكال كونديشن مالته مو تمام احتاج اسوي له فد ميديكال لابراتوري تيست، احتاج ادز له اياها شغلات معينه. اذا هي شغلات ضروريه لسيرتن كيسز فقط مو لجميع الحالات. ليش يسموها بالنون اسينشال؟ يعني معناها احنا مو شرط نوفرها لجميع الكيسات، نوفرها لكيس معين واحد او اثنين او ثلاثه اكثر. تمام؟ ولصعوبه الفاسيلتيز اللي هي توفر لي هاي الدايجنوستيك ايد. راح نبلش باول بارت اللي هو الكيس هيستوري. بالكيس هيستوري ننتبه اللي هو الكيس شيت، يعني راح نشوف ان اولا البيرسونال ديتيلز، يعني هسه الكيس شيت اللي انتم حضراتكم راح تتعاملون وياه راح تشوفون انه اول بارت من عنده النيم، الايج، الديت اوف بيرث، الجندر، الادرس، الاوكيبيشن، هاي الشغلات كلها موجوده ضمن الكيس شيت مالتنا. راح ناخذ واحد واحد ونعطي اهميه كل واحد واحد. هاي البارتات اللي هي فتشي اوردينري كلش طبيعي، يعني البيشن يدخل شو اسمه يسجل اسمه. كل برانجات الدنتستري هي طبيعيه، لكن بالاورثو عندها اهميه خاصه تختلف. كون البيشنت راح يصير ضمن العائله، تصادقون تعيشون وياه لمده سنه، سنتين، ثلاث سنين، هو وضميره بعد يعني. حسب الكيس طبعا يعني. زين، راح نبلش باول بارت ضمن البيرسونال ديتيلز اللي هو النيم. النيم
معروف كهو بارت فور ايدنتيفيكيشن. جاني محمد، جاني علي، جاني تديني زينب، whatever، صح لو لا؟ البيشنت نيم بالاورثودونتيك برانش اوف دنتستري مهم. ليش؟ لانه يقوي الاسرة الموجوده بيني وبين البيشنت. يعني اول زياره جاني سالت اسم، سجلت الاسم، انتهى الموضوع. ثاني زياره لنفس البيشنت حيجي، مو مثل الفلينك، صح لو لا؟ الفلينك يجي البيشنت اليوم راح محمد، جاني ثاني يوم علي، انتهى الموضوع خلاص. زين محمد ذكر بعد محمد؟ لا ما ذكر، سويت الفلينك خلاص، الا اذا انكسرت الفلينك يعني طبعا يعني، صح لو لا؟ لكن بالنيم بالاورثودونتيك لا، من يجيني محمد ثاني مره من اصحى باسمه راح تشوفون البيشنت هو يعني بالنسبه الى التريتمنت في شيء فيك، في شيء مو واضح، صح لو لا؟ غموض، ما يعرف، راح يتاذى، راح يوجعه، راح يعني مو في شيء واضح. حتى هو للناس بصوره عامه، حتى للبارنتس، حتى للريليتيفز، حتى للناس بصوره عامه، الاورثودونتيك تريتمنت ترى هو شيء ما معروف، يعني مو مثل الحشوه. الحشوه كلها تعرف انه لازم يجيك ابره ويحش بز، هذا صوت يطلع، وبعد شنو يحش السن ينتهي الموضوع. الاكستراكشن كذلك، انتك اوفرا وراها نقلع السن ينتهي الموضوع. يعني الناس تفتهم هذا الكلام، لكن اورثودونتيك تريتمنت هو البرانش الناس اللي ما تفتهمه. ايش كيف بتشرح له؟ يعني تقول راح اخذ طبعه، راح اسوي قياسات، راح اسوي صور، راح اسوي ديزاين، راح اسوي ابلاينس، اركب فلانشي، اخلي بان، اخلي الاستيك، هاي شغلات ما واضحه للبيشنت، فتكون بالنسبه لهم فشي يعني يستصعبوه، صح لو لا؟ فلهذا يعني الشيء يكون مخيف بالنسبه لهم، من يدخلون ثاني زياره، ثالث زياره، كلها مخيف بالنسبه لهم. اكو ناس توكتيف تسال، يعني البيش تقول يعني ليش لزمتي هذا؟ ليش خليتي هذا؟ ليش سويتي فلان شيء؟ ما قلتيهم شو اللي يصير. لهذا انت لازم تريحها. الامبروفمنت بالسايكولوجي مع البيشنت، الامبروفمنت بالكوميونيكيشن ويا البيشنت هو عن طريق النيم اوف ذا بيشنت. يعني رجاء مو ثاني زياره اجي اسالكم على البيشنت، شو اسم البيشنت؟ محمد اسمه، يعني تشوفون الاسم مره ثانيه؟ لا، رجاء هو بيشنت واحد، بيشنت واحد، حفظوا اسمه بلا زحمه، وسووا فد علاقه بيناتكم وبين البيشنت على متحصلون على كوبريشن مع البيشنت، تمام؟ هاي بالنيم. الايج اند ديت اوف بيرث، انا بالنسبه لي كشيء شخصي لي، انا الايج ما يعجبني، يعجبني الديت اوف بيرث اكثر من الايج. الايج يجي عمره 13 سنه والبيشنت ان شاء الله طويل طويل طويل، ورفت 3 سنين لخا افتح السجل، ايش قد عمره 13 سنه؟ ها قبل ايش قد لازم ارجع للتاريخ الاول ما رجع، ترى 3 سنين، يعني ايش قد صار عمره هسه؟ صار 16 سنه، يعني ان شاء الله راح تصير معقده يمكن ما اركز عليها اثناء شغلي. لكن من اسجل الديت اوف بيرث، من اسجل مواليده، صح يختلف الوضع، من اسجل 1998، اسجل عمره 99، اسجل عمره عفوا ديت اوف بيرث مثلا يعني خلينا نقول 85، اسجل انه مواليد 2002، هذا المواد من اسجله اطرحها من السنه اللي عاني بيها اعرف العمر مالته، صح لو لا؟ فلهذا الديت اوف بيرث بالنسبه للاورثودونتيك تريتمنت افضل واهم من هذا. او مرات البيشنت يجي ريكولز زيارات بعدين ورفت 5 سنين ورا 10 سنين، تمام؟ خاصة إذا أنتم بلشين علاجكم هو صغير، أبدا أشوف الجروث مالته وين وصل، شو اللي أحتاجه، الإيت كم يطلع ما جاي يطلع، يعني بدل ما أسأله السؤال أرجع للكيشة الرئيسية مالتي وأشوف الديت أوف بيرث أقدر أربط الكونكشن بالإيج، تمام؟ لهذا الديت أوف بيرث بالنسبة للأورثودونتيك برانش أوف دنتستري أهم من كلمة الإيج، تمام؟ بس أكو فد نقطة مهمة بالإيج أو الديت أوف بيرث، إنه يعتبر الديت أوف بيرث هو الفايتال سبجكت بالاورثودونتيك تريتمنت. الفايتال سبجكت شيء حيوي. احنا اوكي سالنا عن عمر 13 سنه، 12 سنه، 5 سنين، 6 سنين، سنتين، 40 سنه، 35 سنه، وات ايفر العمر اللي قال. احنا بشغلنا لازم نربط هذا الكلام كفكرة أولية، يعني حدا عن البيشنت لا فاتح حلقة ولا عارف شنو داخل حلقة وشنو المشاكل اللي عنده، هاي كلها معرفة، صح ولا لا؟ فلازم أربط هذا الكلام ويا التريتمنت اللي راح أتبعه بشكل غامض ويا نفسي مو قدام البيشنت، تمام؟ يعني سؤالي أبسط لكم إياه، جانا بيشنت عمره
سنة وجانا patient عمره 12 سنة وجانا patient عمره 20 سنة. شو الأفكار اللي تتواردني أثناء هذا النوع من التريتمنت لهاي الأشخاص؟ type of treatment كلام صحيح، بس يعني شو يعني شنو treatment، شنو type of treatment راح تستخدمه إذا جاك عمرك عمره سنة؟ قد تكون preventive intercepted. لا قبل ما تفكر بهذا التفكير أنت تفكر بنقطة أهم، إنه هذا الأيج شنو هو الدنتشن اللي عنده؟ هاي أول سؤال تخلي بالك، تمام؟ يعني جانا عمره سنة، شنو التايب أوف دنتشن؟ يعني يمكن بعض من الديوستيث أو ممكن ما عنده، صح ولا لا؟ زين، شنو هو المال أوكلوجن اللي ممكن أتعرضه خلال هاي المرحلة؟ إيش لازم تفكرون؟ تمام؟ احتمال عندك left، احتمال عنده في البروبلم، ما عنده نيونيتال تيث سنزايد طالع له هو صغير او عنده فد مشكله معينه، صح ولا لا؟ تمام؟ زين التايب اوف ذا تريتمنت، هستخدم له فيكس ابلاينس، هستخدم له فانكشنال ابلاينس، هستخدم له سيرجري، هستخدم له ريموفبل ابلاينس. زين جاني واحد عمره 6 سنين ميكس بدايه تمام بدايه الميكس، هذا اول شيء تايب اوف دنتيشن. شو ممكن اشوفه مع الاوكلوجن بهالمرحله؟ انكيلوسيس ممكن اجدر، هذا نورمال، هذا نورمال، هذا نورمال تسوي يعني مرات وجع يعني بيش نفس عنده مشكله بس هذا الكلام. لا بس هذا الكلام يعني عنده كلاسيفيكيشن كلاس 1 او كلاس 2 تعتمد على السكس من الست سنين ما تكون واضحة للبيشنت. ممكن يكون عندي كروس بايت، صح؟ ممكن يكون عندي كروس بايت، تمام؟ ممكن سبيسينج، ممكن كراودينج، ممكن هاي كل شغلات واردة. زين تايب اوف ذا تريتمنت بالعمر 6 سنين فانكشنال كوركتيف اوكي كوركتيف تايب اوف ذا ابلاينس فانكشنال حسب غير كل فانكشنال حسب الكيس شتا ممكن انترسبتيف حسب الاحتياج. يعني كلامك كله صحيح حسب الاحتياج، بس انا لازم اكون فكره اوليه يعني شنو يعني شيء شائع استخدامه لشخص انه عمره 6 سنين وعنده فد بروبلم يحتاج الى اورثودونتيك تريتمنت. يعني بيش جاء عليك تيك اورثودونتيك تريت عالجة يعني فالتايب اوف تريتمنت لازم افكر بيه. اساس التريتمنت بعمر 6 سنين او بدايه الميزنتيشن هو ريموفبل ابلاينس، تمام؟ زين اذا جانا عمره 13 سنه 12 سنه ممكن فيكس ممكن ريموفبل. دكتوره مو اكتر جروث تايم تصير فيكس اكثر شيء الفيكس ربطوها دائما ويا الفول بيرمننت دنتيشن. ال 12 سنة هي نهاية الميزنتيشن، يعني ممكن أشوف إنه عندي سيتيوستيث أو ممكن ما أشوف، تمام؟ إذا فول بيرمننت دنتيشن الجواب الوحيد تقول فيكس أب دنتيشن وأنت متأكد يعني خلاص من أجي أقول لك بيشنت عمره خلينا نقول 16 سنة 20 سنة فكر إنه خلاص هو هذا بيرمننت دنتيشن خلاص يعني تريتمنت مالته. طبعا مو معناه ما اقدر استخدم ريموفبل ابلاينس، ممكن استخدمه اذا سمبل كيس شغله بسيطه يحتاجها، صح ولا لا؟ بس انا قاعد اقول لكم كبريدكشن مالتكم كتريتمنت بلان كاول شيء يجي البيشنت وتساله على الايج او ديت اوف بيرث. مختصر كلامي شنو؟ قاعد اوضح لكم بهاي الطريقه انه هاي الفرايتيز بتفكيري كانتم كاورثودونتست من حيجون تسالون اول سؤال البيشنت date of birth أو age of the patient. هذا الفرايتيز اللي تعطيني بالتغيير بالتفكير مالتي هذا يخلي إنه هذا البارت بالدياجنوسيس هو الفايتال سبجكت in orthodontic treatment. سبتمبر مقصد كلام شنو بهذا السؤال هذا الكلام؟ زين gender male or female شنو التغيير يعني variation variation بالgrowth and development. عافيه ممتاز هاي اول شيء كgrowth prediction دائما الفيميلز يقولون growth مالتها
اسرع منا بس لا لا اكسبتنس معناتها يعني مثلا الاستاتيك تهتم اكثر. اذا معناها المانيبيوليشن وذ ذا جندرز شو اتعامل ويا الفيميل وشو اتعامل ويا الميل الافكار الفيميل وافكار الميل هاي تاثر بالجمنت لا معناتها كلام صحيح. ادرس اند اوكيوبيشن فينا مدى تفاعلية البيشنت مع التريتمنت يعني. يعني؟ يعني يهتم مثلا. كأوكيوبيشن. والله الأطباء ما ينجرون بالعلاج. لك يا عيني يتفستقون. هذا لا 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 أنا قريت فلان 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 ارتكل يقول هذا شكله إنهم إتشينك تخلون إتشينك بالفيكس أبلاينز. وهي ياكل كل السن لا 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 انا ما اخلي ابني يابا والله يحتاج فيكس ابلاينس لا تخلوني فيكس ابلاينس من الدنيا لا 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 لا, لا. ما استخدمه هذه الاطباء اقول لك اياها بالمناسبه يعني ما ينجرون بهالمره يعني غير متعلم افضلنا يعني متعلم افضلنا اشكركم اياها صراحه يعني هو الاوكيوبيشن والسوشيال ليفل مع البيشنت من يدخل البيشنت انت لا تسال طبيب حضرتك مو طبيب اول الطبيب ما شاء الله اول ما يدخل الماندبل المعزل افتهمتك انت طبيب اسنان صيدلاني او حتى ممكن يكون تقني صح يعني مو جاي يوصل لي فكره انه هو يعرف الماندبل ويعرف المعزل التيث مرات يطلع لا يعني هو شوي باللغة الإنجليزية قوي فشي يقول تيث فهمت أنا مقصد كلام وين أنا أقيس البيشنت بأسلوب كلامه أفهم السوشيال والأوكيوبيشنال والليفل ماتر على أساس أتعامل تمام ترى لا يغركم المظاهر لا معناه كل متعلم وغير متعلم غير متعلم يجي لك غير متعلم ويقدر يتفاهم وياك وانت تتفاهم وياك باسلوب متعلم وحضاري اكثر مما تتعامله ويا شخص متعلم تمام هاي نقطه كلش مهمه اول شيء تسمعون خلوه يحكي وخليه يبعبع لداخله وبعدين حضراتكم تبدون تتعاملون وياه هذا كاوكيوبيشن زين الادرس واحد بيته انتم ربما عدد زيارات ياثا يعني اها برافو عليك يعني طبعا يعني الواحد بعيد. بيته بالمنصور او بيته بتلفات الدنيا ويجي لك بنا او بيته براس الشارع طبعا اتوقع البيشنت اللي هو اللي يكون براس الشارع يكون التزام بالمواعيد اكثر لذلك انتم يعني الدنيا صعبه يعني مو تجون تفرضون على البيشنت لا والله لازم تجي على الموعد لا اشتغل تريتمنت بلان اقدر بطريقه معينه حتى وان صار تاخير بالابوينتمنت ما يتاثر يعني مثلا هنعطيكم في المثال انتم حضراتكم المفروض تعرفون مثلا تذكرون العام اخذنا سمبل فينجر سبرينج نعم واخذنا الموديفايد فينجر سبرينج الجارد تايب الفرق بيناتهم انه هذا بالجارد وهذاك يكون طويل ورفيع وهذا الجيج مالته 0.6 وهذاك 0.5 اذا تذكرون هذا الكلام الفرق انه بال 0.5 الفلكسبيليتي عاليه اكثر صح لو لا لكن بالاخر 0.6 الفلكسبيليتي مالته اقل لهذا اذا البيشنت جاني محتاج الى فينجر سبرينج هو بيته كلش بعيد اسوي له الجارد تايب الفلكسبل اكثر لانه حيشتغل على فتره زمنيه اطول مما اذا استخدمنا له الريجيد تايب تمام بالفيكس ابلاينس كذلك بدل ما اخليه الواير واغير له كل زياره تمام يعني او كل زيارتين مره خذا بيته بعيد اقدر اغيرها كل زياره مره طبعا بدون ما يتعارض ويا البرنسبلز مال تريتمنت مالتي تمام المهم لازم اوفر له علاج يشتغل على فتره زمنيه اطول تمام تشيف كومبلين هاي نقطه كلش مهمه ينقسم البيشنت الى 3 تايبس ان يور بيشنت هو يحتاج للتريتمنت تايبس يجي بيشنت موجه للتريتمنت وتايب يسموها الديزاير الرغبه هاي كارثيه يجي لك البيشنت نورمال اوكلوجن يريد له هذا شوي فرق هذا صعده هذا نزله خلينا نجي على البيشنت اللي هو مقتنع بالتريتمنت بلان تمام يتقسم الى نصين ممكن يكون الريلاتيفز هو او البيرنتس او الجارديانز هو المسؤولين الطفل خاصه اذا صغار بالعمر هم اللي يريدون التريتمنت بلان وال
البيشنت يرفض التريتمنت بتاعك. هاي مشكلة كبيرة أحسن، تمام؟ لأنه يعني البيشنت يرفض والأهل يريدون وأنت حتصير في حيرة من أمرك والعلاج ما حيمشي، تمام؟ لكن إذا البيشنت هو بالذات يريد، هو يهدف إلى التغيير، يعني هو يهدف إلى التغيير مع إنه تكون أنت أونست بالشرح مالتك بالتريتمنت بلان، إنه العلاج هالقد يطول مو تقصروا لي، تمام؟ كذبوا شوية على الكذب بالتريتمنت بلان، قلت لكم هو يحتاج وزدان حكمة بالموضوع. البيشنت تسهلوا لي العلاج يطول له سنة، أقول لا والله 4 أشهر. ليش أقول 4 أشهر؟ هلا طبعاً تمام؟ مو أقارب أقول يا الله 4 أشهر على وش بيش تجيني حصل كم في الزايد؟ لا بالعكس أقول يطول لك سنتين وحتى لو خلص السنة. ليش؟ أنا يعني لا يعني لأن هذا تريتمنت ممكن يصير كومبليكيشن أثناء التريتمنت، ممكن يتأخر البيشنت، الكلام الأول اللي تقوله حضراتكم يلزم عليه. كل ما يدخل لك يقول لك بقشعر، أنت قلت لي، أنت قلت لي سنة، أنت قلت لي 4 أشهر، ولا 4 أشهر صار هسه 6 أشهر، صار هسه سنة، هسه صار سنة ونص. يعني يحكي يعني هو ما يقول إنه هو حضرته ضارب له موعدين، مكسر له الجهاز مرتين، تفهمون شلون؟ أو حضراتكم صار عندكم في الظرف ما قدرتوا تكونوا متواجدين بأحد المواعيد، هذا يحتاج الكونتينيوتي يعني، صح لو لا؟ أنت اليوم سويت الفولينج راح البيشنت بالأورثودونتيك تريتمنت، باكر أقبل أنت ما موجود بالعيادة ما يجي لك البيشنت، أكو مشكلة بالفولينج، لكن بالأورثودونتيك تريتمنت أكو كونتينيوتي بالفيزيتس، صح لو لا؟ أنت يعني ظروفك كم واحد يعني ظروف البني آدم ما يكون مو بيده يعني، فإذا لازم بالادرس بالتشيف كومبلين لازم اعرف شلون اتعامل ويا البيشنت ويا الديزايرز مالته يعني، تمام؟ هاي نقطة كلش مهمة. الميديكال هيستوري ما حدخل تفاصيلها لانه عندكم محاضرة هسه خذها 11 ورقة 15 كيس شارح لكم على كل كيس شو تسوي الاورثودونتيك كونستريشن، شرح كلش مفصل. دنتال هيستوري واضح جدا، بيشنت اللي يجي لك انه عنده كونتينيوس فيزيت دنتال او لا، تمام؟ البرينيتال والبوست دنتال هيستوري هاي مهمه. بالبرينيتال هيستوري يعني التايم اوف ديليفري اند تايم اوف بريجننسي، يعني الطفل وين يجي لازم ترجع على الاهل. التايم اوف يعني اذا اكو فد بروبلم او مال اوكلوجن هل عنده علاقه بالكونجنتال كونديشن او عند هيريديتري كونديشن او بروبلم ديورينج بريجننسي، المذر ماخذه في دراج معين اثناء البريجننسي، او تايب اوف ديليفري بحيث صار عندي مشكله بالتي ام جي بروبلم، تمام؟ بالبوست نيتال هيستوري ارجع وانتبه على وضعيه الهابتس والفيدنج بروسيجر، شو نوعيه الاكل اللي ياكله، شو نوعيه الهابتس مالته، شو سببها سايكولوجيكال كونسيل، ها كلها ممكن اتابعها خلال البوست ديتال هيستوري. والفاميلي هيستوري اكو الكيسات خاصه الكلاس 3 مال اوكلوجنز اللي هي دائما تكون ضمن الفاميلي هيستوري. زين بالكلينيكال اكزامينيشن هاي الشغلات اللي هسه كلها حكيناها باول بارت اللي حتشوفوه بالكيشيت مالتكم، معلومات العامه اللي تاخذوها على الرغم انه معلومات هي بسيطه وسهله الدايجنوسيس لكن مهمه كتفكير اولي للارثودونتست بالتريتمنت مالته. كلينيكال اكزامينيشن بعد خلاص راح نبدي نسوي اكزامينيشن للبيشنت، تمام؟ اول اكزامينيشن للبيشنت لازم ننتبه الى هاي النقطه، البيشنت من يدخل دنتال كلينيك يبدي ينباوع الموفمنت البادي بولز، تمام؟ مو حلو مو حلو، لا اباوع انه نورمال او اب نورمال. الشيء راح اشوفه يعني صح انا لحد الان ما شايف انترا اورالي، بس الشيء راح اشوفه انترا اورالي متناسق ويا عمره ويا وضعيته ويا الجروث مالته ويا الهيكل مالته طويل قصير. على هذا الاساس على هذا الاساس صار التقسيم كالاتي. جاء عالم اسمه شيلدون، شو اسمه؟ شيلدون. شيلدون قسم البادي بيلد الى 3 تايبس. تكون البادي بيلد شنو علاقته؟ لا لانه على اساس البادي بيلد
صار تقسيم السيفاليك مال ذا بيشنت. تمام، راح نشوف اول شيء البادي بلوكت. بعد شغله حتشوفون 3 تايبس اوف ذا بادي. اول واحد بالنص اللي هو الميزومورفيك. الميزومورفيك يسموه الافرج تايب، لا هو كلش طويل ولا هو كلش قصير، لا هو كلش ثخين ولا هو كلش رفيع، وسط طوله وسط وحجمه وسط كعرفان. تمام، شو يسموه بالميزومورفيك. النوع الثاني الاكتومورفيك، اول صوره هاي طول. اها طول اند ثين. انتم مو تجون تربطون اياها التول والثين لازم يعني كل طويل يكون رفيع، لا ممكن الطويل يكون سمين، صح ولا لا؟ هذا ابنورمالي تعده، بس احنا كنحكي على الهيكليه كهيكليه ينقسم يعني الجسم الى 3 تايبس كبادي بيلد. الميزومورفيك يكون افريج تايب، الاكتومورفيك لونج اند ثين، والاندومورفيك العكس يكون شورت اندو على قولتك شورت ووايد اوبيس سمين. تمام، بس ممكن يكون واحد اندومورفيك يكون قصير بس ضعيف، صح ولا لا؟ احنا قلنا لك كافرج اوف بادي بيلد باي شولدر. على اساسه جاء علماء ثانيين اسمهم مارتن اند سيلر ب 57 قسموا السيفاليك اكزامينيشن بعد الصوره. الصوره هي شنو؟ سكال. سكال يعني انثروبوتيك ستاديز، يعني شغله ناس ميته، صح؟ قسموا السيفالومتريك على هاي التسميات، جاوا وقاسوا العرض of the skull على length of the skull، حصلوا على 3 types of cephalic condition. أول واحد مثل الميزومورفيك صار ميزوسيفاليك متوسط average. تمام، يعني لا هو كلش عريض وجهه ولا هو كلش ضيق، لا كلش طويل ولا كلش قصير، يسموها بالميزوسيفاليك. النوع الثاني البريكيوسيفاليك. البريكيوسيفاليك اللي هو يكون وجهه عريض وقصير مثل الاندو، مثل الاندومورفيك. شلون الاندومورفيك؟ نفسه بالبريكيوسيفاليك. تمام، الدوليكوسيفاليك العكس اللي هو لونج فيس. لونج فيس ونفس الوقت يكون ثين. مارتن وسيلر كان هاي الدراسة الأولية مالتهم كأنثروبولوجيك ستادي على السكال، على البونز. تمام؟ على النون ليفينج. طوروها، قاموا يشتغلون على منو؟ على الليفينج. حولوها إلى أنذر ستادي سموها بالتسميات الآتية بالفيشال إكزامينيشن. ميزوبروسوبيك ويوري بروسوبيك وليبتو بروسوبيك. شو صارت الاسامي مدموجه؟ حتشوفون بداخل المحاضره اندكسات نسبه الميزوبروسوبيك او ميزومورفيك او ميزوسيفاليك، نعطيكم فد اندكس حق الارقام. وزاري ما وزاري لا تقروها ولا تتابعوها، بس عرفوا الاسامي مو من الاسامي. تمام، بس الاندكسات كارقام ما نحتاجها. تمام، الميزومورفيك اللي هو نفسه الميزوسيفاليك اللي هو الافرج تايب. تمام، واليوري بروسوبيك هو نفسه الاندومورفيك. تمام، او البريكيوسيفاليك. والليبتو بروسوبيك اللي هو اللونج فيس، اللونج فيس او الثين فيس. تمام، هو نفسه بالدوليكوسيفاليك او بالاكتومورفيك. تمام، صارت واضحه؟ لو خبطت خبطت عادي تنخبط، بس تقروها تحفظوها. ميزو اندو اكتو كامورفيك. ميزو اندو اكتو، الاندو والاكتو والميزو الافرج. تمام، هذا المورفيك. نجي للسيفاليك. ميزو نفسه ميزو سيفاليك. تمام، بريكيو سيفاليك من حرف دي شويه عريض زين، ودوليكو سيفاليك اللي هو طويل. دوليكو طويل، دوليكو طويل. تمام، طويل وثن. نيجي القارنة ويا الفشل الميزو بعدها نفسها بروسوبيك، اليوري بروسوبيك والليبتو اللي هو الطويل. تمام، هسه هذا الكلام كلها كله حكينا سكال سكال وفيس سكال وفيس ومورفيك وجسم وبادي بولد خلصها، راح يربط ويا الدنتال ارت اللي هو اساس شغلنا.
شافوا مارتن وسيلا خلال هاي دراستهم وقسموا هاي الاشخاص بالميزو والايول واللبدو انه الدلتا الارش من كل واحد مالتهم يختلف. بقى الصوره اللي تشوفون شلون تختلف؟ يعني من يكون عندي البريكيوسيفاليك او الايوروبروسوبيك يعني العريض والضيق، يعني البلد مال هذا الشخص راح يكون وايد، دنتال ارش يكون وايد تمام، والدبث مالته يكون قصير تمام. يعني تفتحون الارش مالته شو تشوفون؟ تشوفون انه الفك مالته عريض كشخص عريض، لكن العمق مال الدبث مال البلد او الدنتال ارش كله تشوفوه قليل تمام. زين من اشوف الميزو تايب هو الافرج تايب، لا هو كلش عريض ولا هو كلش ضيق ولا هو الدوريكو تايب او نفسه بالليبتوبروسوبيك نفسه تمام، اللي هو لازم شيء يكون طويل ويكون ضيق. اشوف الدنتال ارش شلون نشوفه؟ نيرو دنتال ارش. هذا مو مال اوكلوجن، انتوا تفهمون كلامي؟ هذا نورمال، هو شخص طويل وضيق وكلش مو كلش سمين، ودنتال ارش طوله مو دنتال ارش كسيفاليك مالته كسكال مالته طويل وضيق. الدنتال ارش مالته نفس الشيء ضيق ونفس الوقت عميق، الدبث مال البلد تشوفه كلش بيعمق تمام. هذا وين حنمشي ويانا؟ بالتريتمنت بلان. بقى هاي نقطة كلش مهمة راح تقروها تشوفوها تدوخ، هي صفرة بس كلش تدوخ وكلش مهمة. طب احنا بالتريتمنت بلان مالتنا ايش حرك؟ بالتريتمنت بلان مالتنا عندنا هدف واحد، هو انه لازم مينتين على دنتال ارش فورم. يعني هسه هذا البيشنت جاني هو برود دنتال ارش بدونيك باليوريس بروسوسوبيك اللي هو البريكوسيفاليك العريض. من يكون دنتال ارش دنتال ارش مالته اصلا بيعرف، لازم بالتريتمنت مالتي احافظ على العرف مالته تمام. زين جاني البيشنت عنده كراودينج، اسوي له اكستراكشن لو اكسبانشن. كراودينج يعني عندي مجموعه اسنان متراكمه واحده فوق الاخرى، صح ولا لا؟ التريتمنت بالكراودينج تو اوبشن، ايذر اكستراكشن لازم اوفر له سبيس صح، او اكسبانشن. بالوسط دكتوره؟ انا سقعت على البرون تايب. الانسر اكسبانشن عافيه، لانه اذا سويت له اكستراكشن راح يقل الدايمتر مال دنتال ارش. هو الدايمتر مال دنتال ارش اصلا برود عريض متناسق ويا شكله، يعني الارش مالته عريض ما اجي اضيق له اياه، لانه بس اضيق له اياه راح يصير انترفيرنس ويا الفيس مالته، يصير شكله مو طبيعي تمام. العكس وين؟ بالدوليكو تايب او بالليبتوبروسوبيك، هذا النيرو دنتال ارش. نيرو دنتال ارش يعني انت قلت تفهمون كلامي؟ يعني جاني بيشنت هو بريكيوسيفاليك وتعريض تمام؟ ودنتال ارش مالته نيرو صاير. اوسع ليات، تفهمون كلامي؟ تمام؟ بالدوليكو تايب هو دنتال ارش هو ضيق تمام؟ من اجي اسوي له اكستراكشن احافظ على ضيقه مالته، يعني من عندي كراودينج ما اسوي له اكسبانشن. يعني اشوفه ضيق هذا الشكل، اشوفه ضيق انا بهذا الشخص، هاي الارش يجيني بهاي الوضعيه بهذا البيشنت، ما اذا ابقي على هالوضعيه ما حلو يصير، لازم اسوي له اكسبانشن لانه عريض وجهه. لكن يجيني هالشكل بيشنت ما اجي اضيق، يعني ما اجي اوسع له اياه، اقلع الاسنان وفض الموضوع. ليش؟ لانه الهدف من التريتمنت مالتي هو شنو؟ هو المينتين اون دنتال ارش، لازم دنتال ارش احافظ على الشكل بالتوافق مع الهيكلية السكال تمام؟ هاي نقطة كلش مهمة، صارت واضحة لحد الآن؟ زين هسه هذا أول بارت من البيشنت راح يدخل يشوف البادي بيلد، يشوف السكال، يشوف الدنتال ارش، يشوف العرض مالته، وأقسمه كشيء أولي. وراها راح أبدي بالإكزامينيشنز. إحنا بالأورثودونتيك تريتمنت بلان انتوا عندكم محاضره بساعه ونص مو؟ اي تمام. هسه اخر شيء بس ابلش هذا وراها نكمل على المحاضره القادمه. بالاكزامينيشن مالتي عندي 3 بلين 3 بلين
بكتيريا هذا ساجيتال عفية ساجيتال عندي الفيرتيكال وعندي الترانسفيرس الهوريزونتال 3 بلين الانتروبوستيريور الفيرتيكال والهوريزونتال الهوريزونتال ترانسفيرس الفيرتيكال اسم واحد والانتروبوستيريور نفسه يسموه ساجيتال بلين تمام كل بلين حنقيسه للبيشنت كلينيكالي عنده فيو معين وعنده طريقه معينه كل بلين حقيسه للبيشنت داخل الكلينيك يعني هسه من قريب اجي اشوف القياس مال الفيرتيكال عندي فيو معين اباوع عليه من قريب اقيسه انتروبوستيريور عندي انذر فيو اباوع عليه تمام كل قياس كل بلين اقيسه عندي فيو يختلف عن الثاني ها خليها ببالي نقطه كلش مهمه تمام وكل واحد بيه طريقه يختلف عن الثاني كلش مهم هاي النقطه راح نبلش بالاول بارت اللي هو بالترانسفيرس الهوريزونتال هاي ابر مالتز موجوده عندكم اياها بالمحاضره بس الشيء المهم بالدايجنوز لازم تعرفوه بيها البيشنت على ما اشوف عنده اسيمتري بالفيرت بالهوريزونتال شنو الشيء اللي اربطه بالهوريزونتال كمان اوفيوجن هوريزونتال هذا هوريزونتال اوكي لا لا كمان اوفيوجن قاعدي انسايد ذا اورال كافيتي الدي بايت لا دي بايت هذا ما يطلع شو يسمونه هذا فيرتيكال الدي بايت صح فيرتيكال هذا فيرتيكال انا قاعدي على الهوريزونتال عافيه الكروس بايت المكزلة أعرض، الماندبل أضيق، الماندبل أعرض، المكزلة أضيق، الأسنان طابة، الأسنان طالعة، هذا يسمون كروس بايت، هذا كروسفيرس دايمنشن. من يكون كروس بايت كلش تأثيره قوي على الدينتال آرش، يعني بحيث إن المكزلة كلها عريضة أو الماندبل كلها ضيقة، فصار عندي أسيمتري، راح يصير عندي أسيمتري بالفيشيال بروفايل. البيشنت أشوفه بطريقتين، أيدر أباوع فرونتال فيو. قاعد قدامي أباوعة يبين عندي الأسيمتري أشوف الليف سايد من الرايت سايد أكفت أسيمتري من عنده أو أباوعة الفيو الثاني دبل يسموه بالبيرد فيو أوكلوزال فيو أباوعة من فوق يعني واسه قاعد هنا أباوعة من فوق من أباوعة من فوق يبين الرايت سايد إذا عنده سيمتري عن الليف سايد حالات نادرة ما تشوفوا هاي الأسيمتري ترى مو وايد تشوفوها كلش قليل يعني ممكن شخص عنده كروس بار حيشوفون اسيمتري بالفيشل قليل جدا جدا قليل تمام كلش قليل نشوف هذا التغييرات الحالات اللي كلش قوية هي هالحالات اللي هي فيشل هايبرتروفي هايبرتروفي او كونجنتال ديفكتس او يونترال كوندايل هايبرفليشيا او يونلاترال انكيلوسيس هاي الحالات اللي هي كلش تكون اوبفيوس عندهم واضح الترانسفيرس ريليشن شيب تمام صارت واضحه لحد الان تمام نكمل على المحاضره الثانيه لانه البروفايل والدايفرجنس راجع شرح مطول المحاضره القادمه ان شاء الله المحاضره هو الوقت المتبقي عندنا اتخيل قصير خلينا نكمل الدايجنوستس مالتنا حسب ما اتذكر وصلنا للبلينز اللي نشرح فيها كل بلين الفيو مالتنا شو حيكون وشو نقدر نسوي الدايجنوستس المضبوط احنا قلنا بالاورثونتك تريتمنت بلان عندنا 3 بلين نتعامل وياها الترانسفيرس والفيرتيكال والانتروبوستيريور هذا اول واحد كان اللي هو الهوريزونتال او الترانسفيرس قلنا احنا الفيو اللي راح نشوفه تو فيو هذا ذكرناه بديت المحاضره انه تو فيو اما راح نشوف البيشنت فرونتال فيو اباوع من قدام او اوكلوزال فيو الاوكلوزال فيو يعني البيرد فيو نفس البيرد فيو يعني انا اجي البيشنت يقعد على الكرسي او اباوع من فوق اشوف السيمتري موجوده بين الرايت سايد وبين الليفت سايد اكو توازن بين الرايت سايد والليفت سايد اغلب الكيسات اللي عندنا اياها هي نورمال كونديشن يعني بالنوادر ما يجيني بيشنت يكون يعني اسيمتري عنده بالترانسفيرس بلين يعني هذول الاشخاص اما عندهم هاي الكونديشنات الموجوده هنا انا شو ما قلت لكم اياها من المحاضره
أو عندهم يعني سفير سكليتال ديسكريبنسي بين الوث بين الأبر آرش واللور آرش. لما يصير عندي هاي المشكلة سفير ترانسفيرس ديسكريبنسي، يعني إن شاء الله المتوقع إني أشوفها كمان أوكلوجن هو سكليتال تايب أوف كروس بايت. تمام؟ إذا نربط الترانسفيرس دائما ويا الكروس بايت سكليتال تايب أوف كروس بايت. تمام؟ هذا شو راح نعمل هذاك المحاضرة. اليوم راح نحكي عن another review اللي هو الفيشل بروفايل والفيشل دايفرجنس. مصطلحين موجودين كل واحد قياسه يختلف عن الثاني اختلاف جذري. يعني الفيو اللي تشوفوه بالحالتين هو واحد، يعني شلون ابوع البيشنت اثناء ما اسوي دايجنوزس بالفيشل بروفايل او فيشل دايفرجنس هو واحد اللي هو اللاترال فيو. يعني ما ممكن البيشنت هو قاعد قدامي وانا اشوفه، لا لازم اباوعه من اللاترال سايد، من السايد من البيشنت. اقدر اباوعه انه هو البيشنت هو البروفايل مالته شي يكون والدايفرجنس مالته شي يكون. اول شيء البيشنت لازم يكون بالسباين بوزيشن مالته، او خلينا نقول الايديال ليفل مال البيشنت هو لما ناخذ هذا البروفايل او الدايفرجنس او حتى بالدايجنوستس ان جنرال. لازم يكون عندي الفرانكفورت بلين مال البيشنت بارلل تو ذا جراوند. فرانكفورت بلين راح ناخذها بالدايج بالسيفالومتري، هو في البلين يكون موازي تو ذا اي، يعني مباشره ويا الفلور اوف ذا اوربيتال كافيتي. هذا اللاين لازم يكون موازي تو ذا جراوند للقاع. فالبيشنت لازم يكون ان سوباين بوزيشن. احسن طريقه لهاي الوضعيه شنو؟ ان كل البيشنت هو قاعد او هو واقف whatever يعني، تمام؟ انه يباوع على شيء معين على بعد نظر معين. النظر تساعد انه يخلي الفرانكفورت بلين او الهيد كله بالرايت بوزيشن. يعني بس مجرد بتقول انه باوع على هذيك النقطه على بعد مسافه من عينك، يعني بنقطه ثابته، من تقول له بس باوع تشوف انه راسا الهيد كلها اذا هو بميلان او بحركه راسا يتعدل، تمام؟ ويظل باوع على هذا اثناء مرحله الدايجنوستس مالتك، تمام؟ فهذه الخطوه الرئيسيه الاولى. كلينيكالي شو راح اسوي الفيشال بروفايل؟ الفيشال بروفايل هو الربط بين تو لاينز. يعني هاي اللاينز انا ما حجي على البيشنت ابدي ارسم له لاين او ارسم له لاين او ارسم له لاين خط عدل، يعني انا وجهه ما ممكن يعني، بس هو فشي ايماجينري، فشي اتخيله. لازم شلون يصير عمليه التخيل؟ يصير عمليه التخيل كالاتي، انه اول لاين اللي حس حرسمه انه هو اللاين اللي يربط لي الفورهيد ويا البوينت اي. بوينت اي ما سوفت شو يمثل لي الديبس كونكافيتي موجوده بالماكزيلا، اللي هي الديبس كونكافيتي موجوده بالماكزيلا هي هاي المنطقه، هاي اعمق منطقه من الماكزيلاري بون، هاي كل نقدر نتحسسها. ارسم هذا اللاين بحيث يكون موازي للفورهيد ويا البوينت اي. بعدين من نفس هاي النقطه بوينت اي الى الموست بروميننت بارت اوف ذا تشين يسموها بالبوغونيون، هذا نتحسس هذا كلتنا، تمام؟ ربطنا هذول اللاينين. من حنربط هذول اللاينين راح نحصل على 3 تايبس اوف فيشل بروفايل. 3 تايبس. اول تايب هو هذا، ثاني تايب هذا، وثالث تايب هذا. طبعا يعني مو لهالدرجة، بدرجات طبعا اختلاف الدرجات، تمام؟ هذا من يكون هذا معناه ستريت، هذا من شو يكون؟ هذا يكون اني انا زاوية حادة اكيوت انجل، هذا يسموه كونفكس بروفايل. هذا العكس كونكيف. حشوفون بالمحاضرة الكلام واضح. الستريت هو ستريت لاين، يعني اللاين اللي رسمتهم اللي بخيالي ربط هذا الهيد ويا الماكزيلا، واللاين اللي ربط الماكزيلا ويا الماندبل اللي هي الابرز من عند التشين، هاي نقطتين، هذا اللاين من رسمتهم طلع عندي ستريت خط عدل. بالكونفكس اللي هو الاكيوت انجل، من رسمت هذول اللاينين شوف صار عندي زاويه حاده بين الخط الاول والخط الثاني.
الكونكيفيتي مال اللاينين هو البروفايل كونفكس. الكونكيفيتي مال اللاين رسمته فيسينج توورز ذا تشو، اشوفوه بالتعريف ودوخهم بيها بعد. اللاين الاول هذا، اللاين الثاني هو كله طلع كونفكس شكله، تمام؟ هذا متقدم وهذا راجع. بالكونفكس اللاين الاول من رسمته ويا الخط الثاني الشكل البيشنت طلع كونفكس. شنو الكونفكس؟ انه اكو اما عندي بروميننسي بالابر بارت او ريتروجنال، يعني التوكناتيزم باللور بارت، يعني اما عندي الماكزيلا متقدمه او الماندبل مراجع، هذا كونفكسيتي. بس كتعريفا اقول الكونكيفيتي اوف ذا لاين، تبو الكونكيفيتي اوف ذا لاين يعني هو الشكل كله كونفكس، بس الكونكيفيتي مال اللاين فيسينج توورز ذا تشو. يعني من ارسم الخطين هذا الكونكيفيتي الداخلي مالتها موجه باتجاه التشو، بس هو الشكل كله شنو هو؟ كونفكس. الكونفكسيتي منين تجي؟ ايذر انه عندي الماكزيلا متقدمه او الماندبل راجعه، تمام؟ من يصير عندي هذا الشخص المال اوكسجين اللي اواجه هو، تمام؟ بس ستريت لا ما يسمون نورمال والدليل انه كل شخص كلاس 1 بروفايل مالت لازم يكون نورمال ما عنده مال اوكلوجين. يعني البيشنت جاكم للعياده هو البروفايل مالته كلاس 1 ستريت، هو نورمال اوكلوجين او اب نورمال اوكلوجين؟ ممكن يكون نورمال ممكن يكون اب نورمال، يعني هو رجع للعياده فاكيد عنده مشكله معينه. فمعنى مو كل شخص يعني معناها هذا، بس كبروفايل هو ستريت تايب، ما نقدر نسميه نورمال، هذا ما يسمى نورمال، هو كبروفايل ستريت. الكونفكس البروفايل مالته يكون دائما مع جماعه الكلاس 2 بيشنت. السبب يكون ايذر بروبناثيزم بالماكزيلا او ريتروبناثيزم بالماندبل، العكس بالكونكيف، تمام؟ بالكونكيف راح نشوف الكونفكسيتي التحدب اللي صاير باللاينين اللي هي اللي راح تصير اوتسايد من التشو، تمام؟ فاللاين حيصير عندي اوبيوس انجل، زاويه منفرجه، تلاحظون؟ هسه لو باوع الصور باوع هذا الشخص اللي تشوفون هذا اللاين من رسمنا الفورهيد ويا الماكزيلا على الخط، بعدين راح نرسم نفس اللاين نكمله من الماكزيلا للماندبل، تلاحظون؟ تلاحظون هذا الكونفكس بروفايل، يعني عبالك فتشي جاي يطلع وبعدين يرجع، الماكزيلا تتقدم الماندبل شوي شوي ترجع، هذا الكونفكس بروفايل. بالكونكيف العكس جاي يصير، انه ايذر يصير عندي ريتروجناتيزم بالماكزيلا او عندي بروجناتيزم بالماندبل. تلاحظون هذا اللاين الرسمه من الفورهيد، تمام؟ بعدين شي يجي يصير عندي يطلع اللاين، جاي يطلع اللاين يصير عندي فشي. فهذا الشخص حيكون عندي كلاس 3. شو حيكون؟ كلاس 3. اذا بالفيشل بروفايل لما ربطنا هذول التو لاينز ولازم البيشنت شرط انه يكون الفرانكفورت بلين بارلل تو ذا جراوند بالسوبرايم بوزيشن مالته، شو حيصير عندي؟ حيصير على 3 تايبس اوف فيشل بروفايل، ايذر ستريت او كونفكس او كونكيف. في حاله الكونفكس البيشنت يكون كلاس 2، ايذر عندي بروجناثيزم بالماكزيلا او ريتروجناثيزم. يعني البيشنت من يجيني من قلت هو كلاس 2، انا لحد الان بس قلت انه هو كلاس 2 بس ما ما حد التركوزيتيف فاكتور وين، تمام؟ ترى يعني ممكن يكون بروجناثيزم بالماكزيلا او ريتروجناثيزم بالماندبل، او ترى ممكن يكون both of them، يعني ممكن الماندبل راجع والماكزيلا متقدم، تمام؟ هذا الشيء ما حددته، بس قلت انه هو كلاس 2 اما هذا او هذا اللي قلت. فلهذا بالبروفايل مال البيشنت لحد الان ككلينيكال تايب فقط عرفت انه هذا الشخص كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3. هذا بالفيشال دايفرجنس بقى اختلاف اكو بين فيشال دايفرجنس وبين الفيشال بروفايل. الفيشال بروفايل جاي يربط لي ثلاث شغلات، الفورهيد
ويا المانزيلا ويا المانديبل تمام. بالفيشال دايفرجنس هو الريليشن الموجود الفورهيد ويا المانديبل فقط، يعني اربط الفورهيد ويا المانديبل بدون ما يكون اي علاقه عندي ويا المانزيلا. راح احصل على 3 تايبس، ايذر فيشال دايفرجنس نورمال او انتيرير انكلايند او بوستيرير انكلايند. من اربط هذا اللاين مال المانزيلا ويا ويا المانديبل، هذا اللاين مال الفورهيد العفو ويا المانديبل، يعني هذا الفارت بس اربطه ويا المانديبل، راح يعني الغي هاي الزاويه اللي هنا أنا. اما يصير خط عدل او خط مائل انتيريري او خط مائل بوستيريري، يعني ثلاث نقاط ممكن خطوط يصير عندي. خط عدل هي في جميع الخطوط عدله، بس ايضا خط عدل واحد ستريت او انكلايند انتيريري او انكلايند بوستيريري. انكلايند انتيريري يعني شنو معناها؟ اها يعني المانديبل هو من طالع لبرا تمام. في حاله الفيشال دايفرجنس انتبهوا انتبهوا، فيشال دايفرجنس راسا اربط المانديبل ويا منو؟ ويا الفورهيد، ما عندي علاقه ويا المانزله. هاي التخصر الموجود بالفيشال بروفايل هاي الزاويه هاي المنطقه ما عندي اياها تمام. بالفيشال دايفرجنس اذا كان اللاين بي انكلينيشن فهو اما كلاس 3 او كلاس 2 اعتمادا على منو؟ على المانديبل تمام. من اقول انكلايند انتيريري شنو معناها؟ كلاس 3 معناها كلاس 3 معناها المانديبل متقدم مقارنه ويا الفورهيد. من اقول انه انكلايند بوستيريري يعني معناها المانديبل راجع تمام. هذا شيء يكون كلاس 2 صارت واضحه. هسه الفيو اللي انا حصلته بالفيشال بروفايل او دايفرجن شنو كان الفيو؟ شلون باوع البيشنت؟ لازم تبوا كلمه الفيو شنو معناها. من اسالكم عن الفيو بالفلان دايجنوستس لما قلنا ترانسفيرس شنو الفيو اللي اسويه اثناء الترانسفيرس؟ لازم شيء يكون لا بالترانسفيرس بيرت او فرونتال بعد. تبوا هاي المصطلحات مهمه بعد. من واحد يسوي دايجنوسيس بالترانسفيرس بلين، ترانسفيرس من هو الهوريزونتال هذا الفيو مال البيشنت لازم شي يصير، يعني شلون اباوع البي يعني شلون اباوع البيشنت على مود اعرف الترانسفيرس بلين مالته نورمال او اب نورمال. ايذر فرونتال فيو اباوع من قدام او اوكلوزال فيو تمام. من انديفيشال بروفايل او دايفرجنس شنو الفيو لازم اسوي للبيشنت؟ بال اوكي صحيح، بس الفيو شنو باوع؟ لازم شنو باوع؟ باوع هالشكل؟ لا باللاترال بالسايد فيو. اجي اباوع سايد فيو لازم يعني اي شخص من عندنا هسه من حضراتكم انا اشوفكم الفيو لازم كل واحد شخص اباوع منين؟ من السايد فيو وليس من الفرونتال فيو تمام. زين هذا الفيو حصلت على ايش؟ جت على 3 تايبس اوف من البروفايلز ايذر كلاس 1 اور كلاس 2 اور كلاس 3. ال1 كان ستريت وال2 كان كونفكس وال3 كان كونكيف تمام. هذا الفيشال بروفايل. بالدايفرجنس قلنا علاقه الفورهيد ويا المانديبل، ما عندي هاي الزاويه اصلا لا اكيوت ولا اوبتيوس ولا هايزلون، عندي ستريت لاين انكلايند انتيريري او انكلايند بوستيريري. اكو عندي طريقه اخرى اقدر اسوي الفيو غير الكلينيكال؟ يعني هسه اريد اشوف بيشنت جاني انا اشوف البروفايل مالته، شلون شو تقول له؟ لا تقول له لازم اشوفه صح ولا لا؟ شلون اشوفه؟ يعني يجي للكلينيك واقعد يقعد وباوع سايد فيو اشوف البروفايل مالته. اكو طريقه اخرى اقدر اشوفها غير الكلينيكال؟ اكس راي. لا 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 ما له علاقه، فكروا بابسط طريقه يعني بشكل ابسط فوتو يعني عافيه. يعني اذا اعطيكم هشك الصوره اقولكم البيشنت بروفايل مال هاي البيشنت شو يكون؟ متفق صح ولا لا؟ اذا عمليه الحصول على البروفايل فيو تمام ايذر كلينيكالي او عن طريق اكسترا اورال فوتوغرافي، طريقتين تمام. ايذر كلينيكالي يعني البيشنت تجي يقعد اباوع اشوفه، او عن طريق الاكسترا اورال فوتوغرافي. يعني مثلا حضراتكم تجون تشوفوا لي بروفايل بيشنت، اما تجيبوا لي للعياده يقعد على الجنتل شير واشوف البروفايل مالته،
او تاخذوا لي صوره مضبوطه بالسايد فيو وتجيبوا لي اياها واشوفها واقدر اقول لكم هذا البيشنت بروفايل مالته نورمال كلاس 2 كلاس 1 كونفكس كونكيف وات ايفر. تمام؟ صارت واضحه؟ اذا هاي طريقتين ايذر كلينيكالي او عن طريق اكسترا اورال فوتوغرافي. تمام؟ بالطريقتين ربطنا تو لاينين، اللاين الاول فورهيد ويا الماكسيلر بوينت اي، ومن بوينت اي الى ابرز نقطه من التشن اللي هو البوغونيون. هاي كلها تاخذوها بالسيفالومتريك، هاي نقاط ما عندنا مشكله بيها. تمام؟ ربطناها صار ستريت لاين، صار عندي كلاس 1 ما نقول نورمال دباركم، هاي تمت تورمال ما ممكن تقول. تمام؟ صار عندي كونفكس بروفايل، اتوقع ان البيشنت يكون كلاس 2، واشوف كونكيف بروفايل ممكن البيشنت يكون كلاس 3. تمام؟ كلها قاعد تشوفون كلمه استخدم ممكن، شيء مو ثابت لانه اكو ممكن يصير او ممكن ما يصير. بالدايفرجنس راسا عقلي يربط ويا المنيو ويا الماندبل. سؤال، اي سؤال ينسالون على البروفايل تربطون هاي ثلاث نقاط، بس ينسالون على الدايفرجنس تربطوا لي ويا الماندبل، ما يعني الماكسيلا الغي من الوجود. تمام؟ انكلاين انتيريوري لاين بالدايفرجنس كلاس 3 بوستيريوري. زين نيجي على البارت الثاني بالانتروبوستيريور ريليشن شيب. بالانتروبوستيريور نفس الشيء، الفيو ايضا سايد لاترال سايد فيو وليس فرونتال. تمام؟ الطريقه اللي استخدمها بالانتروبوستيريور ريليشن شيب اني راح استخدم التو فينجر ميثود، هذول الاثنين اصعبين الاثنين استخدمهم، الاندكس والميدل. الاندكس والميدل، الاندكس فينجر راح وين تجي تقعد؟ راح تقعد على بوينت اي اللي هي اعمق نقطه من المكسيلر. نعم. والميدل فينجر وين راح تقعد؟ راح تقعد باعمق نقطه من بوينت بي اللي هي من الماندبل. نعم. صار عندي نقطتين، ماكسيلر فوق ماندبل جوا، ماكسيلر فوق ماندبل جوا، راح اجي اسوي هذا النقطه، راح اشوف الريليشن بين الماكسيلا والماندبل بالانتروبوستيريور فيو او بالساجيتال فيو اللي هو هذا. من هنا اشوف الريليشن بين الماكسيلا والماندبل، اخلي هذا الاندكس هنا والميدل هنا واشوف الريليشن. بعد راح نحكي اول شيء كنورمال. احنا نورمال نعرف انه الماكسيلا هي المتقدمه على الماندبل. تمام؟ بس مو متقدمه كلش هواي، يعني 2 ملين 2 الى 3 ملين. دائما الماكسيلا هي متقدمة على الماندبل، هاي الماكسيلا وهذا الماندبل. خليت الفينجر هنا اول والفينجر الثاني هنا، حصلت على الانتروبوستيريور ريليشن. زين من عندي هذا الاندكس وهذا الميدل فينجر، هذا الاندكس فينجر إذا برز أكثر من اللازم صار ahead to the middle finger. يعني شنو معناها؟ معناها الماكسيلا هي اللي تقدمت أكثر من الماندبل، أو بالعكس إنه الماندبل تراجع أكثر من الماكسيلا، صح لو لا؟ والنتيجة صار عندي class 2 patient. تمام؟ أو العكس انه الميدل فينجر هو اللي تقدم على الاندكس فينجر. من يكون عندي الميدل فينجر هو المتقدم على الاندكس فينجر، راح يصير عندي العكس تماما، راح يصير عندي كلاس 3 بيشنت. باو اصوات با، خلينا الاندكس هذا الاندكس فينجر وهذا الميدل فينجر بوينتين اثنيناتهم. تمام؟ صار عندي one line، هذا كان patient class 1 ما عنده مشكلة. من اتقدم عندي ال index finger على middle finger، يعني مو شرط انه ال index اتقدم، محتمال middle رجع او ممكن ال index اتقدم، ما عندي مشكلة. يعني المهم انه اعرف انه اكو واحد متقدم اكو واحد راجع، ال upper هو بتقدم وتراجع باللور، يعني هذا الشخص يكون عندي class 2. والعكس تماما، من عندما الميدل فينجر ما يوصل هو اللي يتقدم على الاندكس فينجر، يصير عندي البيشنت كلاس 3. هسه راح واحد يسال مجموعه اسئله بهاي الخصوص باستخدام من هذا.
اولا هاي الطريقه ممكن تستخدم in two ways either intraorally او extraorally. الانتراورالي يعني لازم اسوي reflection للب كله وادخل two fingers تمام، او extraorally بدون ما اسوي reflection واخليها على soft tissue تماما. هاي نقطتين هنا يعني. تمام، يا طريقه افضل extra. الاكسترا افضل انت ما بتفتح يقولها بالفلو عفية جيل العفو زين لا هو طبيعي انت لا ايه بس انا نشوف هذاك مشكلة ايش من يعني. زين انت شو تقول احمد؟ انا افضل الاكسترا. انت تفضل الاكسترا؟ علي انت شو تفضل؟ زين دكتورة طبقة البيشن الاكسترا هي اكيد الاكسترا. احنا وقت الانترا بعدين الاكسترا اكيد يعني خليتي لما نشوف انها سمنه بدك تعرفي اصلا ذا اكسترا ما في شيء يعني هو ما عنده مشكله بالكلوجن ما كان اجى. انتوا قد تشوفون انه انتوا قد عقدون تفكيركم وقد تروحون الى مكانات ابعد اكثر من اللازم؟ هي بمنتهى السهوله اكيد الانترا اورال طريقه الانترا اورال انه داخل الفينجرز واسوي ريفلكشن لللبس احسن من الاكسترا اورال. ليش؟ لانه الانترا اورال راح تعطيني الريزلت واكيرسي اكثر وادق منين؟ من الاكسترا اورال، لانه راح الغي اهم بارت باثناء الدايجنوستس مالتي اللي هو السوفت شو ثيكنس مال الليب. مو يعني جاني بيشنت مسوي فيلر شو نسوي له ذاك الوقت؟ انا شو ما ادري مسوي فيلر ما مسوي فيلر صح ولا لا؟ او اوفكم من الفيلر والبوتوكس. جاني بيشنت عنده ثيكنس بالسوفت شو وجاني بيشنت عندنا ديكريز بالثيكنس بالسوفت شو راح ياثر صح ولا لا؟ تمام. اضافه انه اكو فد نقطه بعد اهم انه المسل كونتراكشن اثناء الدايجنوزس الشخص جاني هو اصلا متشنج اثناء الدايجنوزس تمام، ممكن يعني هو يعطيني فد ريفلكشن خطا اثناء الدايجنوزس مالتي، لكن من اني الغي السوفت شو ثيكنس مالته مو، فاذا راح تصير طريقه الانترا اورال هي مور اكوريت ذان الاكسترا اورال. تمام، شوف شلون تفكيركم صار خطا رجل تفكرون بطريقه خطا بوضعنا احنا الانترا، بس لما نوصل الوضع عادي الاكسترا عندي شيء بعد يعني بوضعنا لا لا احنا ما لا احنا هسه ما كنت نجي نحكي خبرة شخص، احنا نجي نحكي الم تمام يعني حتى وحتى كوضع يعني شنو المشكله يعني؟ لا انا اشوف حتى لو وضع يعني انه اكسترا او انترا انا افضل انه اسوي ريفلكشن للسوفت شو واسوي دايركتلي مباشره الدنتو الفيولر ستراكشر يطلع لي القياسات اضبط وادق مما اذا استخدم السوفت شو، لانه السوفت شو ثيكنس يغير من المقاييس كلها من الدايجنوز مالتي. انت قاعد تنتبهين شو مكتوبه هنا؟ مكتوبه كلاس 1 سكليتال باتن، كلاس 2 سكليتال باتن، كلاس 3 سكليتال باتن. يعني شنو معناها؟ معناها انا من قاعد اجي اقيس الانترا بوستيريور باستخدام التو فينجر ميثود انه ما قاعد انطي فد ريليشن عندها علاقه ويا السكليتال صح؟ شفت شو صارت؟ من دخلت على الخط اثرت على القياس مالتي ممكن. تمام؟ صارت واضحه؟ اذا الساجيتال بلين الانترا بوستيريور بلين اللي هو نفسه الفيو اللي لازم اشوفه البيشنت هو السايد فيو. الطريقه اللي استخدمها شنو هي؟ اللي هي التو فينجر ميثود. اقدر اسويها على الفوتوغرافي مثل ما سويتها بالبروفايل؟ ها؟ لا يعني ما ممكن، ما ممكن اجي اخلي صوره واخلي اصابعي على الصوره، ما ممكن يعني فشيء مستحيل يعني صح ولا لا؟ اذا البروفايل دايفرجنس الوحيد اللي ممكن استخدم البيشنت كبيشنت انه اشوف يعني يعني ما ممكن يعني هسه مرات واحد يجيب الكيس اقول له ارسل صوره البروفايل يعني دائما هذا اللي اقوله. ليش؟ لانه احتاج فقط اشوف البروفايل، فقط ابدا اتعرف على البروفايل مال البيشنت. البروفايل مال البيشنت والدايفرجنس مال البيشنت اقدر اشوفها كلينيكالي او عن طريق الاكسترا اورال فوتوغرافي، لكن بقيه الدايجنوزز من اذر بلينز ما ممكن، لازم يكون عندي البيشنت حي موجود اسوي الدايجنوزز عليه. الطريقه اللي استخدمها بالانترو بوستيريور هو تو فينجر ميثود، الميدل والاندكس. الاندكس اخليها بالماكزيلا والميدل اخليها بالماندبل، لازم يكونون وان لاين في حاله الكلاس 2
او انه الاندكس يتقدم على الميدل في حاله الكلاس العفو كلاس 1 لاين، او انه الاندكس يتقدم على في حاله الكلاس 2، او بالعكس يكون الميدل متقدم على الاندكس في حاله الكلاس 3. تمام، صارت واضحه؟ والطريقه ممكن استخدمها اكسترا اورالي وانترا اورالي، يا هو اكيوريت اكثر الانترا اورالي. ليش؟ لانه الغي الثيكنس ما صرتش. صارت واضحه؟ اخر بلين هو الفيرتيكال. حقيقه الفيرتيكال يعني تنقاس، يعني تنقاس بطريقتين، ممكن تنقاس فرونتال فيو اشوف البيشنت، او ممكن اقيسه اصلا، ممكن اقيسه اصلا بالسايد فيو لانه قياس مسطره هي. تمام، راح يتقسم الفيس الى 3 بارتس: upper facial height, middle facial height و lower facial height. يا البارت اللي هو عنده علاقه بينا واللي اثر علينا اللور فيشر هايت، upper, middle واللور. اللور ترى اللور يعني شوفوا، بس لو نقسم الاقسام الابر فيشر هايت يشوفون من الهير لاينز للجلابلا بوينت، جلابلا بين تو ايبروز، يعني من الهير لاين الى منطقه بين الحاجبين لهنا، هذا الابر فيشر هايت. اللور الميدل فيشال هارت اللي هي نفس الامتداد مع نهايه الابر فيشال هارت تو ذا بيس اوف ذا نوز. تمام، من البيس اوف ذا نوز الى نهايه التشن هو هذا اللور فيشال هارت. تشوفون هذا البارت، هذا البارت هو اللي يهمني، هذا البارت هو اللي يهمني. ليش؟ لانه هذا البارت اللي بالماكسيلا بالماندبل بالابر تيف باللور تيف اللي هو علاقه بشغله يعني. تمام، فذا اللور فيشال هايت اذا بمشكله بالزياده او النقصان حتاثر على قراءه مالتي. تمام، ما ممكن احنا نجي نقيس هذا البارت، هي طبعا اكو لازم تساوي بين الثري بارتس بالمناسبه. تمام، كنورمالي، لكن احنا شو نسوي بالكلينيك مالتنا؟ راح نقيس هذا البارت وهذا البارت فقط. لهذا من حتقيسون البارتين راح تسجلون upper facial height قياس معين واللور فيشال هايت قياس معين ثاني. الابر فيشال هايت راح يكون هذا، راح تقيسون فقط هذا البارت. تمام، جيبوا المسطره تقيسون المسافه بين الاي ايبروز تو ذا بيس اوف ذا نوز، هاي تقيسون اياها بالمسطره. وبعدين نيجي نقيس المسافه بين البيس اوف ذا نوز الى نهايه التشن. تشوفون يعني اجيب مسطره اقيس هاي المسافه واجيب مسطره اقيس هاي المسافه، كل واحد اسجل القياس مالته بالمليمتر. خلينا نعتبر انه الابر فيشر هايت مالتنا كانت خلينا نقول 50 مليم، اللور فيشر هايت تقريبا 60-67 مليم. شو عندي؟ انكريز او ديكريز وتساوي الأيسر. احنا قلنا من المهم مالتنا القياس اللور. اللور قياسا اسهلكم الامر، من تقيسون المسافه هذا الاول بارت وثاني بارت، ما اجي افكر ياهو الاعلى ياهو الاقل وشنو هو شنو، لا افكر انه بشرط اتي اشوف اللور. اذا اللور مساوي للابار اقول انه البيشنت عنده نورمال فيرتيكال بلين. اذا اللور قسته وهذا الابر او هو الميدل، طبعا هو راح يكون من اقيسه، احنا صح هو الميدل بس احنا نعتبره الابر لانه ما نقيس هذا البارت. تمام، هذا من اقيسه واقيس اللور. اذا كانت القياسات متساويه او متقاربه جدا، يعني واحد يطلع 62 والاخر يطلع 63، يعني متقاربه كلش هوايه، اعتبر ان البيشنت عنده نورمال فيرتيكال بلين. تمام، اذا اجي اقيسه وطلعت القياسات مثل ما هسه هنا 52 الابر واللور 62. تمام، معناها الشغل الرئيسي مالتي هو اللور لانه هو اساسي، لانه بيه الماكسيلا والماندبل والتيف اللي هو راح اشتغل عليهم. تمام، ال 67 معناها ارجع البيشنت عنده احتماليه انكريس
بال vertical dimension. تمام؟ أو العكس خلينا نقول. جانا patient ال upper facial height ما خلينا نقول 52 وال lower facial height 42. يعني معناه ال patient شو يكون عنده decrease vertical discrepancy. تمام؟ احتمالية إنه ال patient من يكون عنده increase بال vertical dimension. شو النوعية المال أوبريشن أواجهها أثناء التريتمنت مالتي؟ احتماليات دبل مؤكد. يعني مو إنه شخص جاني عنده إنكريز بالفيرتيكال دايمنشن لازم يكون عنده، لا، احتماليات أوبن بايت. أوبن بايت ممتاز. من يزداد عند الفيرتيكال دايمنشن أوف ذا فيس، تمام، يعني إنكريز باللور فيشال هايت بالأحلى خلينا نقول هذا اللور بارت من فيرتيكال دايمنشن، معناها إنه البيشنت أكو عنده احتمالية يكون عنده open bite edge to edge أو edge to edge حسب الديجري. تمام، يعني من يكون عندي increase باللور facial dimension يعني معناها شخص محتمالي إنه شيء يكون عنده open bite. العكس من يقل deep bite. ممتاز، ممكن يصير عندي deep bite، صح ولا لا؟ من يقل ال vertical dimension يعني ازداد ال overlap مال dentition ممكن شيء يصير عندي deep bite. تمام، بس مو شرط. زين، ليش مو شرط؟ في المصطلح العام أخذناه وهو كلش مهم. الالفيولر كومبنسيشن. آها ممتاز، برافو عليك. سببه إنه أكو في شيء اسمه دنتو الالفيولر كومبنسيشن. صح، هو عند إنكريز بالفيرتيكال دايمنشن، لكن الدنتو الالفيولر ستراكتشر دنتو، لا ما أقصدش الدنتو الالفيولر، أنت سجلتها دنتو الالفيولر. الأسنان داير مدايرها العظام التيث surrounding alveolar bone صار فد over eruption بحيث غطت ال increase بال vertical dimension ورجعت الكيس إلى normal condition. تمام؟ إذن من أقيس المسافة أقيس ال lower facial height وأقيس ال middle facial height لازم نشوف المقارنة بيناتهم بالمليمتر بمصدر. أجي أخلي وأقيس أقيس هل قيت شفته 50 أكتب 50 40 30 whatever. إذا عندي زيادة كل شيء ما حسوي، ما أقول open bite ولا deep bite، أقول الآتي إنه البيشنت عنده increase باللور facial height فقط، هذا اللي أقوله. صارت واضحة؟ تمام؟ الفيو اللي أشوفه بيا فيوين either frontal أو من side view أقدر أقيس، لأنه قياس مصدر. أقدر أقيسه على الفوتوغرافي؟ ما ممكن، لازم البيشنت حي يرضى يقعد قدامي. تمام؟ أكو سؤال لحد الآن؟ هو يكون بوضعية الريست؟ كلها ريست. الريست بوزيشن والسوباين بوزيشن هذا كلها لازم يكون، والفرانكفورت بلين بارر او بعده يظل يباوع على نقطه ما يتحرك، كلها راح تصير خلال ثواني هاي. تمام، هاي القياسات اللي اخذناها بالثري بلين الترانسفيرس والانتروبوستيريال والفيرتيكال والبروفايل مال البيشنت، هاي القياسات كلها تعتبر ضمن السكيليتال كومبوننت، يعني كلها قاعده على السكيليتال كومبوننت. بس لحد الان شوفون اذا انت تجيبون كلام شنو كل الان الكلام اللي قاعد اقوله، يعني قاعد اقول انه اكو مشكله عندي بالفيرتيكال، عندي مشكله بس ما قاعد اقول وين بالضبط، ما قاعد اقول ماكسيلر، ما قاعد اقول ماندبل، ما قاعد اعرف اثنيناتهم. تفهمون شلون؟ يعني لحد الان انا قاعد اكتشف انه عندي فتشي خلل وين بيا بلين كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 اوبن بايت دي بايت، بس ما قاعد اقول وين الخلل الرئيسي، بس قاعد اقول انه قاعد اكتشف الخلل بيا بلين وقاعد اكتشف انه هو سكريتال او مو سكريتال. تفهمون شلون؟ يعني شو معناها سكريتال او نو سكريتال؟ يعني انا ممكن البيشنت يجيني اشوفه كلاس 1 كانتروبوستيريال، انا سويت التو فينجر ما تطلع لي كلاس 1، افتح حلقه اشوف كلاس 2. يعني هذا شخص فكر انه سكريتال هو 1 بس دينتالي طلع 2. تفهمون شلون؟ تمام؟ فيرتيكالي نورمال ما عنده مشكلة، فتحت حلقة شفت له اوبن بايت هالقد داتا موجود بحلقة، صح؟ يعني فيرتيكال دايمنشن مال تيث اكو بيها مشكلة، لكن كفيرتيكال دايمنشن مال فيس مال نورمال. انتوا قاعد تنتبهون على ترى هي عبارات بسيطة بس كلش مهمة ترى بالتفرقة. يعني هاي النقاط هاي ثلاث شغلات شرحناها مال ترانسفيرس، هاي كلها قاعد نحكي على سكليتال بارت. تمام؟ صح؟ ما قال نحدد وين ماكزيلا ماندبل، بس احنا قاعد نحكي سكليتال بارت، ما قاعد نحكي دينتال بارت، خلوها ببالكم هذا الكلام. تمام؟ زين. يا كملي راح نبلش بالسوتشو بارت.
مايكروسوفت وشو قبل ما هذه اللب انتو يعني الان اخذنا اخذتوها اللب والكومبوننت والفيرتيكال كومبوننت والريليشن بالانتروبوسيل كلها حكيناها ما عندك مشكله بها تمام. اهم بارت اثناء هي عمليه الميتنج بين الابر لب واللور لب تذكرون احنا اهم حكينا فيها اللي هو الانتيرير اورال سيل عملية الكونتاكت بالريست بوزيشن لازم اكو فد كونتاكت بسيط يربط الابر لب ويا اللور لب تمام. هذا يسموه باللب كومبيتنس بالنورمال كونديشن تمام. راح تواجهنا بالسوفت تشو باللب اكزامينيشن فور تايبس من اللب كومبيتنسي. اول شيء هو اللب كومبيتنت اللي هي النورمال بالريست بوزيشن بدون اي كونتراكشن بالمسلس انه الابر لب تلتقي ويا اللور لب ماكو اي مشكله بيناتهم هذا يسموهم بالكومبيتنت او يكون ما يلتقون ما يجي اي كونتاكت مثل بين upper lip lower lip هاي يكون lip incompetent او انه يلتقون لكن with force potential competent تمام. اذا عندي او اصلا يسموه averted type اسرح احكيكم كل واحد شنو اختلافه عن الثاني بس انا اطلب طلب صغير الاسبوع القادم رجاء يعني الوقت هو يعني داهمنا وانتم عددكم قليل يعني بلا زحمة عليكم ثمانية ونص ما رد ثمانية وثلث رد ثمانية ونص بلا زحمة عليكم لا مو بابنا هذا فوقها فوقاني؟ اي يلا تمام انا بس مركز راسي اي الباب لا هالباب بابنا هلا ترى فضل يا خمسة تعال عادي عادي اي ان شاء الله نكمل على المحاضرة الجاية للاسف على المدرسة محاولات الأورثو 7 ساعة 8 ونص تلال كومبتنس فواص ذاك الأسبوع احنا قلنا بالسوفت تشو إكزامينيشن راح يصير عندنا 2 important parts راح نسوي الإكزامينيشن اللب والتانك. اللب والتانك أول واحد اللب احنا هواي شغلات حكينا عن اللب بالعام الماضي بالمحاضرات مع السوفت تشو هواي شغلات على اللينث على البوث بالانتروبوستيريور بالفيرتيكال كل حكينا عليها. الشيء المهم بالدايجنوزيس لازم نشوف الريليشن بين الابر لب واللور لب. الابر لب واللور لب عندها في النقطه كلش مهمه انه تلتقي الابر لب ويا اللور لب على مود يحصل على الانتيرير اورال سيل اخذناها العام هذا الحكي كله موجود العام مو مال السنه مال العام. الانتيرير اورال سيل اثناء النورمال فانكشن اوف هيومن بينج اثناء عمليه السوالوينج اثناء عمليه التكلم كله نشوف انه راح يصير هذا الانتير اورال سيل ضروري يعني يصير انتيميت كونتاكت بين الابر لب واللور لب. على ما يصير عندي هاي الحاله الانتيميت كونتاكت بين الابر لب واللور لب يسموها هاي الحاله كومبيتنت ليبس تمام. يعني ال من يقولوا لكم شنو هو الكومبيتنت ليبس الكومبيتنت ليبس اناتوميكلي اللب نورمال ليث يعني طول اللب نورمال من يجي فيزيولوجيكلي نورمالي شو حيصير حيصير فت كونتاكت لايت كونتاكت بين الابر لب واللور لب هذا يسموه بالكومبيتنت ليب تمام. هذا لازم احنا نشيكه بالبيشنت تمام. نشيكها البيشنت شلون نشيكها نشيكها بإنديركت واي مو نقول هدي شفايفك خلي شو شفايفك هاي الطريقه خطا. ليش؟ لانه اول ما تقول البيشنت هدي شفايفك هدي وضعيتك ماش تريد انه يكون اكو كومبتنس بين الابر لب واللور لب هنشوف انه هذا الشيء ما ممكن يصير راسا يصير مصل كونتراكشن راسا يعني ينطي فد انفولنتري موفمنت راسا الواحد يعني بشكل غير طبيعي راسا يسوي هاي الحركه جديات راسا واحد يشيل شفايفه بقوه يعني ينطي اوفر كونتراكشن. احنا لازم نشوف هاي الوضعيه بالريلاكس بوزيشن لازم البيشن يكون الماكسيمم ريلاكس بوزيشن. هاي الوضعيه اذا كانت عندي كومبيتنت ليب اللي هي الابر ليب واللور ليب بصير في لايت كونتاكت هذا اللي يسموه بالكومبيتنت ليب. النوع الثاني هاي الصوره رقم 2 هنا شو حنشوف الانكومبيتنت. شنو الفرق بين الكومبيتنت والانكومبيتنت؟ بالكومبتنت يصير كونتاكت بالانكومبتنت ما يصير عندي كونتاكت. السبب شنو؟ اناتوميكلي يعني بالنورمال اناتومي مال اللب اكو عندي شورتنس باللينث اوف ذا ليب يعني شفايف هي اصلا قصار
تمام؟ يعني واحد ايش قد ما يحاول انه يسدها بشوف انه اكو قصر بالشفايف. على مود يصير انتيرير اورال سيل، انتيرير اورال سيل هو فشيء افتراضي لازم كل شخص من عنده يسويه. على مود يصير هالحال لازم شو يصير؟ فورس. فورس بالضبط، راح يصير اوفر كونتراكشن بالمسلز. يعني شخص هو قصير شفايفه من يجي يسد حلقه تمام؟ لازم اوفر كونتراكشن. هذا الاوفر كونتراكشن فيزيولوجيكلي يصير كونتاكت طبعا بدرجات محدده يعني بالمناسبه، يعني مو معناه كل واحد انكومبتنت لب، كل واحد شورت ابر لور لب ممكن يصير عنده كلوجر اثناء اوفر كونتراكشن، لا اذا كلش قصيره زين وان انكريز بالفيرتيكال دايمنشن بالدنتو الفيولر ما ممكن يعني صح ولا لا؟ يعني اذا عنده زياده بالفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس فوقاتها عند الشورت ابر ليب واللور ليب والمسافه كلش كبيره، يعني حتى من ينطي فورس ما ممكن يصير تمام. راح يضطر انه يستخدم طرق اخرى، ايذر يطلع التانج يسوي تانج ثراست ويصير كونتاكت بين التانج وبين اللور ليب على مصير انتير اورال سيل تمام، او طرق اخرى او ما يتنفس او ما يصير هذا الانتير اورال سيل ما ممكن يصير بالحلقه. فاذا جماعه الانكومبتنت ليب فيزيولوجيكلي يقدرون يسوون كومبتنسي عن طريق الفورس اوفر كونتراكشن تمام بدرجات محدده، لكن اناتوميكلي شي يكونون شورت ليب، يعني ماكو اي كونتاكت بين الابر ليب واللور ليب تمام. صارت واضحه؟ هذا سكند بارت. الثيرد بارت اللي هو البوتنشيالي كومبتنت ليب، شو الفرق عن انكومبتنت ليب دكتور؟ هذا بالفورس يصير عند competent تصير competent potentially competent لب؟ يعني هم بالفورس يعني لا هذا فرق عن incompetent لب. احنا بالincompetent لب قلنا احنا anatomically هو short لب صح، لكن بالpotentially competent لب لا anatomically normal. يعني patient بالnormal condition مالته مفروض ان يصير contact بين upper lip واللور lip، لكن اكو فد عائق يعيق هذا الشيء. العائق الوحيد الموجود بهالوضعيه منو من يكون؟ اها التيث، التيث دنتو الفيولار ستراكشر بالضبط. يعني من يكون التيث هي بروكلاين تيث خلينا نقول تمام او ريتروكلاين لور تيث، النتيجه شو حيصير؟ انه الابر ليب ما يقدر يسوي كومبتنسي ويا اللور ليب، فلهذا يضطر الشخص انه اما يغير الكونتراكشن مال المصل يعني هو اناتوميكلي نورمال فيزيولوجيكلي يحول يعني يقدر يسوي الكومبتنسي باكسترا فورس. يعني قلت تلاحظون الفرق شنو بين الكومبتنت والانكومبتنت؟ بالانكومبتنت الاناتومي مال الليبس ما به نورمال، ما به اي نورماليتي، اكو شورتج بالانكومبتنت. يحول يسوي كومبتنسي شلون؟ بالاكسترا فورس. بالبوتنشال كومبتنت لا هو نورمال لب عنده ما عنده مشكله، لكن لانه اكو مشكله بين الابر لب واللور لب اللي هو تيث راح يضطر الشخص انه يعطي اكسترا فورس على مود يصير عنده بوتنشال كومبتنت لب تمام. زين دائما ممكن احصل على كومبتنسي بالبوتنشال كومبتنت؟ لا ما حصل. لا اقدر احصل ليش؟ لانه احنا الكومبتنسي بهاي الحاله هنا هالحاله شلون نحصلها؟ نحصلها انه شخص هو عنده نورمال ليب ويسوي اوفر كونتراكشن بالمسلز ويقدر يسوي كونتاكت صح ولا لا؟ هنا ايش قلت لكم؟ هنا نقدر نحصل لكن بدرجات محدده. شوفوا الكلام بالانكومبتنت لانه هو اناتوميكلي بي بروبلم معين بالليب على مود نحصل على الانتيرير اورال سيل لازم شو نسوي؟ اكسترا فورس. هاي الاكسترا فورس بها درجات محدده، يعني اذا كان الشورتج اكثر من اللازم ممكن ما نحصل على الانتيرير اورال سيل، هاي بالانكومبتنت تمام. لكن بالبوتنشالي كومبتنت ليبس هو اناتوميكلي نورمال، يعني في جميع الاحوال حتى وان كان العائق هو الاسنان، حتى لو كان العائق هو الاسنان في جميع الاحوال اوفر كونتراكشن للمسلز احصل على الكومبتنسي. صارت واضحه؟ يعني هنا كومبتنت ليب بالبوتنشالي كومبتنت اقدر احصل ويا المسل كونتراكشن في جميع الاحوال اقدر احصل على شنو؟ على الكومبتنسي.
الانكومبتنت اقدر احصل لكن بدرجات محدده تمام حسب الكونديشن مالتنا صارت واضحه تمام زين الافيرتد ليبس الافيرتد ليبس هذول اللي يكون عندهم هايبرتروفيك ماسلز هي الانتومي النورمال مالتها لكن اكو بيها مشكله بالماسلز بالتوسيتي مال ماسلز يعني المسل فانكشن مالته بي بروبلم تمام فما يقدر يحصل على الكونتاكت بين الابر ليب واللور ليب يعني مقصد كلامي انه هو كلين كتشو نورمال لكن الابنورمالتي وين صايره بالفانكشن اوف ذا سوفت تشو الفانكشن بالتوسيتي القوة المسلز ما عندها التونسيتي الكافية انه تحصل على الكومبتنسي هذول شي يسموهم averted تشوفون انه شفايف هي كطول نورمال لكن عبالك صار يعني كانوا منفرجة مفتوحة واحدة على الثانية مفتوحة مثل ما هاي الصورة عندنا هاي البيشنت يشوفون يشوفون ترى هي كلينث نورمال لكن كانوا مفلطة طالعة لي برا اكثر من اللازم ليش؟ لانه التونسيتي عبالك جار المسل in upward direction تمام؟ ولهذا من حصائل الكومبتنسي صارت واضحة؟ هاي النقاط الأربعة مهمة بأثناء الدياغنوزيس of the lip الكومبتنت والإنكومبتنت والpotentially competent والhypertrophic type زين أكو عندنا نقطة مهمة إلها علاقة ويا lip and the nose يسموها بالnasolabial angle تابولها مهمة هاي النيزوليبيال انجل هو عبارة عن الانجل هذا بالضبط هذا هذا عندنا هنا هاي شوفوا معي حسب الصورة هو اللاينين يربط بين تو لاينز تشوفون هذا الاول وهذا الثاني اول واحد يمثل لي البيس اوف ذا نوز هذا اول لاين تمام اللاين الثاني هو اللاين اللي يربط لي بين السب نيزالي هاي اوطى نقطة من النيزال بون هاي النقطة تمام with the tip of the upper lip هاي خط هذا الخط الاول ثاني هذا الخط الاول لو نجي نقيس هاي الزاوية قياسها 110 درجة 110 هذا النيزوليبيال انجل تتأثر بشغلتين تتأثر بشغلتين تتأثر بالأبر إنسايزرز تتأثر بالمكزيلا إتسلف يعني كبون وكتيف تمام؟ يعني السكيليتال بارت إذا عندي مشكلة بالمكزيلا أو مشكلة بالإنسايزرز بالدنتال فيرر ستراكتشر راح يأثر لي على قياس هاي الزاوية يعني سؤالي مفروض نفسه patients class 3 mal occlusion with retrognathism of the maxilla patient class 3 mal occlusion with retrognathism بالmaxilla شو تتوقعون النيزولابيال انجل تزداد او تقل طبعا شلون تقل هاي الزاويه نعم قاعد اقول لكم class 3 والماكزيلا ريتروكناثيزم راجع لي ورا شنو معناها يعني هاي الزاويه تنفتح اكثر تصير اوبتيوز اكثر تمام ال110 تزداد القياس مالتها اذا قياس زاويه النيزوليبيال انجل تتاثر بالماكزيلاري تيث تمام وايضا تتاثر بالماكزيلا اتسلف patient class 2 division 1 تتوقعون النيزوليبيال انجل تزداد لو تقل class 2 division 1 المنطقة تكون شنو المهم تقل او تزداد تقل ليش لانه جماعة الكلاس 2 division 1 يصير عندهم proclination بالupper teeth من يصير عندي proclination بالupper teeth الاسامي تطلع هاي الزاوية شو يصير بها تقل تدريجيا تمام صارت واضحة لحد الان زين نجي للسوفت تشو الثاني تشن تشن معروف بالاجواء من واحد يحكي عن تشن
يعني يربط الحالة رأساً ويا يا تايب اوف مال اوكلوجن لا كلاس 3 كلاس 3 يعني بيشنت من يدخل لك العياده مالتك يقول لك عندي مشكله بتشن راسا افكر انه هذا شخص شو يكون عنده كلاس 3 هذا الكلام صحيح في حال انه كلام نحكي على كابوني ستراكشر تشن كابوني ستراكشر اذا عندي برومينن تشن يعني شخص هو شنو كلاس 3 واذا كان ريسيسيف راجع اللي ورا معناه الشخص يكون عندي كلاس 2 هذا معروف كبون لكن من اني احكي كسوفت شو لانه احنا تعرفون هو تشن مغطى بمسلز صح منتالس مسل هاي المنطقه كلها هنا مسلز هذا المسلز تاثر تشوفون هذا الشخص عنده فت بوكينج صاير في منطقه التشن يعني متعقده هاي المنطقه صاير فت كونتراكشن اوفر اكثر من اللازم هاي المنطقة يصير بها over contraction للمسلز في حالات الأشخاص اللي يكون عندهم class 2 division 1 نربط الحالة ويا الكيس مع class 2 division 1 الشخص اللي يكون عنده class 2 division 1 دائما يكون عنده proclined teeth من يصير عندي proclined teeth يعني الaction of the lower lip يصير behind the upper incisors هاي الحالة بالضبط انتو سووا كل واحد لو يسوي هاي الحالة شو هيشوف راح يصير اكو فت كونتراكشن بهاي المسلز صح ولا لا طبعا ها انتو في حالة طبيعية لان انتو مو عندكم هاي الحالة لكن تصور انه هو هذا الشخص المسكين طول عمره هالشكل هذا الاكشن مال الليب من يصير هاي الحالة شو هتصير هتسوي بروكليشن اكثر بالاسنان السلام عليكم سلام ريتروكلان باللور ريتروكلان باللور بروكنيشن بالأبر يعني شخص يمكن هو كلاسو ديفيجن 1 بحد معين وبسيط مو وايد شويه تمام لكن بتاثير الاكشن اوف ذا ليب لانه الليب ظل يشتغل ابر انسايزرز بيهايند ابر انسايزرز بيهايند ابر انسايزرز نشوف البروكنيشن اكثر من اللازم يعني شخص يجينا عنده هيوج بروكنيشن بالأبر تيث تمام لو واقع الحال هي حاله كلش بسيطه بس نتيجه ان الاكشن اوف ذا لوور ليب خلي الاسنان تتقدم لقدام الاكشن مال لوور ليب من يشتغل بيهايند ذا انسايزرز يسوي لي فت كونتراكشن بالمنتالس ماسل هاي المنطقه فنشوف الشخص يكون عندهم يصير عندهم بوكينج بهاي المنطقه التعقد صاير وين بمنطقه التشين هذا دائما نشوفه بالاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 ديفيجن 1 تمام يعني شفتوا ربطنا تشين ويا كيسات الحالات اللي عندها مشكلة بالكلاس 2 مع الأوكلوجين وليس كلاس 3 تمام زين ننتبه للنقطة الأخرى هذا الكونكافيتي اللي هنا هذا الديب بارت من الماندبل هاي التقعر اللي صاير هنا هذا يسموها بالمينتو ليبيال سالكس مينتو ليبيال سالكس هذه تكون الليفل مالتها يختلف يعني كمية الدبث مالتها تختلف حسب نوعية المال أوكلوجين اللي تعامل وياها يعني الدبث مال مينتال ليبيال سالكس يكون كلش ديب بعض تشوفون التقعر اللي صاير هنا كلش 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 عميق هاي المنطقة تلاحظون هذا الديب مينتال ليبيال سالكس أشوفه في حالات البيشنت اللي يكون كلاس 2 مال أوكلوجين دائما الدنتو الفيولر ستراكتشر مال ابارس هي المتقدمه خليت اللور انسايزرز ترجع نفس الوقت الليب تدندل مرات تمام فشو تصير عندي هاي المنطقه تصير كلش عميقه فالديب مينتو ليبيال سالكس اشوفها في كيسات اللي تكون كلاس 2 مال اوكلوجن تمام مرات اشوفها فيري ستريت هاي المنطقه عدل يعني معناها كأنه الدنتو الفيولر ستراكتشر كلها طالعة لي قدام لا تعرف ليش مو بالثري؟ لأنه لو كان بالثري يعني ما كان يصير هذا البروكنيشن الأكثر من اللازم بالكلاس الثري الماندبل كله متقدم لي قدام الدبث مال السلكس يبقى على وضعيته ليش؟ لأنه الأبر راجع لي ورا والماندبل متقدم لي قدام فهو السالكس يعني احنا كنورمال اناتومي مال الاشخاص الاعتياديين بالكلاس 1 مال اوكلوجن لازم يكون عندهم فد ديب سالكس اكو فد ديب معين فجماعه الكلاس 3 المنظر من يتقدم لي قدام كله كقاطبه يعني هذا الديب يبقى على وضعيته
جماعة الكلاس 1 كلاس 1 باي ماكسيلاري دنتو الفيولار بروتروجن. سامعين كلاس 1 باي ماكسيلاري دنتو الفيولار بروتروجن؟ يسموهم بالماي ماكس. الباي ماكس من هما؟ هما الأشخاص اللي هما كلاس 1 كلاس 1 لكن شو عندهم؟ عندهم الدنتو الفيولار مال أبر والدنتو الفيولار مال لوار كلها متقدمة لي قدام باي ماكس. شايفون هذول السود الأمريكان؟ هذول اللي قدام يصيرون كلش بارزة لي قدام، هاي اللي كلش بارزة لي قدام، هذول عندهم باي ماكسير بروتروجن بات ريزل تايب، يعني شيء أرقي اللي ما يقدر نصلحه، لأنه هو أكو تناسق صاير بين بين السوفت تيشو بين السكيليتون وبين السكال مالتهم بهاي الوضعيه ما اقدر اصلحها. لكن يجينا اشخاص اللي هم مو ريزال كونديشن، تمام، مو شيء ارقي، لكن شنو عندهم؟ عندهم نشوف انه الدنتو الفيولار ستراكشر الماكسيلا والماندبل كل كلاس 1 لكن كلها وين متقدمه اللي قدام. الشخص يجينا يشوفون اسنانه مصفطه لولو ماكو اي مشكله بها لكن كلها اللي قدام، شو يجي يقول؟ بارزة أسناني. الحل مالتها هو extraction تيونت من الأبر وتيونت من اللوار، على مود رجع اللوار ورجع الأبر. هذول الأشخاص يصير عندهم stretching بالمسلس، المسلس كله يصير بيها stretch من forward direction، فهذا سالكاس الدبث مالته يختفي، يصير شلو، يصير خط عدل. هاي منطقة هاي يعني هاي منطقة تكون بتقعر. الشخص من يكون متقدم كل الدنتال فيروس ستراكتشر ويصير بيها ستريتشنج، هاي المنطقه شو تختفي من الوجود، تمام. اذا بالمنتو لابيال سالكاس راح اشوف انه الدبث مالته تزداد للاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 مال اوكلوجن، تمام، والاشخاص اللي يكون عندهم باي ماكسيلاري بروتروجن دائما هم هذول الاشخاص يكون عندهم شالو دبث او ستريت منتو لابيال سالكاس. صارت واضحه؟ التشن هو هذا البارت الخاص بي كبوني تايب البروميننت تشن بحالات الكلاس 3 وفي حالات الكلاس 2 تكون ريسيسيف تشن. ونفس الوقت المينتال سالكا المينتال ماسلز تزداد الكونتراكشن مالتها والبوكينج مالتها في حالات الكلاس 2، شو ما قلنا لانه اللب اللور اللي بتشتغل بيهايند ابر انسايزر فيصير عندي اوفر كونتراكشن بالماسلز اوف ذا مينتالس، هاي المنطقه شغلات اشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2. والميتوليبيال سالكاس الدبث مالتها تزداد في حالات الكلاس 2 وتقل في حالات الباي ماكسيلاري دنتو الفيولار بروتروجن. صارت واضحه؟ تمام؟ طيب نجي للتانك. الان حكينا هوايه عن التانك اذا تتذكرون بالسوفت تيشو. الشغلات المهمه التابعه لنا للتانك هو السايز اوف ذا تانك ترى والفانكشن مالته، فانكشن مالته انه بروترودد او ريتروتد، تمام. كسايز اوف ذا تانك ممكن يكون عندي لارج تانك، ممكن يكون عندي سمول تانك، ممكن يكون عندي شورت تانك، ممكن يكون لونج تانك، كل واحد ياثر تاثير شكل يختلف عن الثاني. القياس او التاثير او اريد اشوف الفانكشن اوف ذا تانك او اريد اشوف القياس مالته عن عده راديوغرافيز، ممكن اكو فت برنامج اسمه سيفالوغرام يقدر يطلع لي هذا الشيء او سيانو راديوغرافي، هاي مجموعه شغلات يمكن يطلع لي هاي الشغلات. الشيء المهم بالتانك لازم اعرف انه الحدود مال التانك هو اللور ارتش، صح ولا لا؟ يعني اذا اريد اقيس الارض مال التانك عندي حدود، حدود من هو؟ لور ارتش، لور تيث، اللينجوال اسبيكت اوف ذا لور بوستيريور تيث. هذا الجواب الدقيق، صح، لور تيث كلام صحيح، بس مو شنو لور تيث؟ لا اللينجوال اسبيكت مال لور بوستيريور تيث، تمام. زين اللينث مال التانك لازم يكون التيب وين يوصل؟ اوف ذا لور، ممتاز، لور انتيرير تيث، هذا الحدود مالته. اذا صار عندي واي تانك يعني معناها التانك راح يصير كوفرج على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا بوستيرير تيث، صح؟ شو تتوقعون شنو اكسبانشن؟ لا
اكسبانشن هذا عالجت علاج صح، بس انا اريد اشوف شنو تاثيره على الدنتال اوكلوجن. راح يصير عندي بوستيرير اوبن بايت تمام، من يغطي الاوكلوزه صرف على البوستيرير تيث، من تنك تفلطح تقعد لي على البوستيرير تيث، ممكن تاثيره شو حيكون؟ انه الشخص يكون عنده خاصه اذا ماكو دنتال في ار كومبنسيشن، يعني دنتال ارت معرض ويا التنك بقى على عرضه على طريقه مالته نورمال يعني. فالنتيجه شو حيصير؟ انه التنك من يفرش على الاوكلوزال سيرفيس راح يصير عندي بوستير اوبن باي. اذا لونج تنك بروتروجن يصير ان فورورد دايركشن حيصير عندي انتير اوبن باي تمام؟ انتير اوبن باي. زين اذا عندي سمول تنك هو العام احنا عندنا تاثير على الكونستريكتد ماكزيلا يسوي هيك شيء. اها برافو عليك، يسوي كونستريكتد ماكزيلا. ليش؟ لانه بالنورمال فانكشن اوف ذا تانك من اثناء ما يريد واحد مثلا يبلع ريقه كلها جنة، اول خطوه ورا ما يصير انتيرير اورال سيل حكينا عليها بدايه المحاضره تمام، راح يصير كلينشنج بالتيث، الاسنان تطابق، يصير انتركاسبيشن بين التيث. التانك وين يرفع؟ بالابار بالبلت. يجي التانك يقعد بالبلت تمام، حجم التانك لازم يكون متناسق ويا حجم البلت على مود القوه الخارجيه مال المسل اوف ذا تشيك واللي ايكوال ويا المسلز مال التانك، هذا يسموه الاكوليبرام، اخذناها الان ناتورال زون. ناتورال زون عافيه بالضبط، عافيه عليك. هاي كلها لازم يكون بالنورمال كونديشن. زين صار عندي تخلخل بالكمية القوة الخارج داخلية مع التانك، يعني كمية المصلص الفورس مطاتني أقل، الإكسترا فورس أكثر راح تزداد صح ولا لا؟ فمن حتقل حجم التانك من يجي يقعد بالبلت أصغر ينطق قوة أقل، كمية الفورس الداخلية مع التانك أقل صارت، يعني راح تزداد كمية القوة الخارجية على القوة الداخلية مع التانك صح لو لا؟ هذا الـ over contraction مال المسلس مال التشيك واللب شو هيسوي؟ هيسوي constriction بالماكزيلا، الماكزيلا تبي تضيق تدريجيا تمام؟ فأشوف إنه شخص عنده constricted ماكزيلا يا عنده cross bite نتيجة للسمول تانك تمام؟ هاي الصورة الأخيرة هو التانك تاي، يشوفون الـ extension مال lingual frenum ويا التانك فسوي constriction بالموفمنت اوف ذا تانك، ممكن ياثر وممكن ما ياثر، ممكن يسوي لي ميديان دايسما باللور انسايزرز ممكن او ممكن ما ياثر اصلا، ممكن فانكشنلي ياثر، ممكن يبلي سبيكينج ياثر تمام، بس كمان اوكلوجن ممكن ياثر او ممكن ما ياثر. طيب صوت واضح التانك لابيل فرينا شنو مشكلة اللابيال فرينال؟ معروفة بالأجواء هاي فرينال اتاتشمنت شو يسويني؟ دايستم يسوي لي سبيس بتوين تو سنترال انسايزرز، معروفة هاي الأجواء صح؟ لو نرجع للهستري مع اللابيال فرينال حسب ما تتذكرون بالديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن اخذناها العام، احنا قلنا انه الشخص قبل ما تطلع الاسنان عنده الدائمية واللبنية دائما البيشنت عنده طفل عنده هاي فرينال اتاتشمنت هو صغير اول ما يولد، يعني الفرينام يصير كونتاكت وين انسايزر بابيلا، من يصير ايرابشن للتيث يصير ديتاتشمنت، راسا يفتح هذا الكونتاكت وين انسايزر بابيلا بتتقطع الفايبرز تتقطع واللابيا الفرينال المفروض ترجع. مرات شو يصير؟ كونتينيوتي بالاتاتشمنت، ممكن يكون هاي فايبرز تشو، ممكن بروبلم بالدنتال ارش، شنو الاسباب ما نتدخل بها، بس كدايجنوسيس ممكن انه شخص اشوف انه هاي فرينال اتاتشمنت وممكن يكون تاثيره مباشره على الاسنان، ممكن يسوي لي الميديان دايستما. كدايجنوسيس يعني جاني شخص عنده الميديان دايستما، اريد اشوف الميديان دايستما هو سببها لابيال فرينال، لانه حسب ما قريته بالميديان دايستما ترى مو كل ميديان دايستما سببها فرينام صح؟ يعني كل اسباب الميديان دايستما هو لابيال فرينام لا، ممكن او ممكن لا، او خلينا نقول الاغلبيه ممكن سببها هو اللابيال فرينام. اذا من اجل اسوي دايجنوزس الميديان دايستما هو مو دايجنوزس، هو تحصيل حاصل للكيس مالتي صح ولا لا؟
جوني كيس ميجان دايس ما معروفة حالة حالة السبيسينج. السبيسينج هو دايجنوزز؟ لا صح لا شي مال اوكلوجن يعاني من عند البيشنت. كدايجنوزز انا رح اسوي دايجنوزز للبنيو انه اشوف انه الكوزيتيف فاكتور مال ميجان دايس ما هو هاي فرينال اتاتشمنت اور نو. تمام؟ عندنا طريقتين كلينيكالي وراديوغرافيكلي. كراديوغرافي تشوفون هاي صورنا تشوفون اكو فد فشل لايك نوتش تشوفون تشوفون هذا الراديو الراديو لوسنس الموجوده بهاي المكان تشوفون بين تو سنترال انسايزرز فد فشل لايك نوتش بشكل يصير بين تو سنترال انسايزرز اللي هي الاكستنشن مال فايبرز مال ليديال فرينم. تمام هذا معناها من اخذ intraoral radiography per epical radiography between two central incisors وشوف هذا الفشل لايك نوتش هذا اعرف انه شخص عنده هاي فرينال اتاتشمنت الفرينال داخله بهاي المنطقه ونتيجه صاير عندي سبيسنج بين تو سنترال انسايزرز اللي هو الميديان دايسيما. تمام زين كلينيكالي اكو فد تيست يسموها البلانشينج تيست. بلانشينج تيست يعني شو البلانشينج تيست يعني فتشي يطلع فتشي ابيض لازم صح لازم شو نسوي نسوي الحركه الاتيه نسوي ريفلكشن اوف ذا ليب هاي ريفلكشن اوف ذا ليب ان ابورد اوتورد تشوفون الحركه ابورد اوتورد يعني المهم نطلعها وصعدها لي فوق. تمام هاي السحب القوي اللي نسوي احنا اثناء الستراشينج تيست مالتنا شو هنشوف اذا شفنا اكو فد نوع من البليتشينج يصير هاي المنطقه اللي تشوفون اثناء السحب القوي اذا شفنا اكو بياض صار عندي بمنطقه الميديان دايسما الموجوده بين تو سنترال انسايزرز معناها هذا الشخص شنو عنده عنده ميديان دايسما سببها هو الهاي فرينال اتاتشمنت. السؤال دائما اساله والكل يغلط البلانشينج تيست هو دايجنوستيك ايد فور ميديان دايسما لو ليبيال فرينم. اها برافو عليكم فور ليبيال فرينم مو ميدي يعني مو جاني وسو شفت ميديان دايسما سويت البلانشينج تيست انا بشوف انه ميديان دايسما هو لا انا قاعد اشوف انه سببها شنو هاي فرينال اتاتشمنت اور نوت هاي فرينال اتاتشمنت. صارت واضحه اذا طريقتين either radiographically or clinically الحل you have frenal attachment معروف cut frenectomy شو يسموه بالفرينكتومي زين الفرينكتومي before during or after orthodontic treatment كيد before دكتور لازم يشيل المسبب treatment the closed افكارك بعدها مو أرثوية لا بعد 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 مو أرثوية اكو افكار اكو افكار اخرى during after ليش after اخير شيء خلص كل شيء بعدين تريد تخلص من الأرض بعدين احنا مو عندنا قاعده نعالج الكلام بعدين هو اكو اصلا سبيس يعني قصدي ما راح نخلي شو اسمه الابلايس يعني من الصبغة طبعا نرجع احنا هذا المكان نرجعه جواب مو صحيح بعد هو الفرينكتومي تصير after اغلب الاحيان وممكن احيانا يصير during ما ممكن يصير before اغلبية الاطباء وللاسف الشديد يسووها before الأورثوندك تريتمنت وهذا اكبر خطأ شو ها المشكلة انتم من تجون تقطعون سوون cut الفايبرس تشو اللي صارت between two central incisors راح يصير healing. الهيلينج شنو معناها يعني معناها scar tissue. الscar tissue هي الفايبرس high dense fibrous connective tissue موجودة بالمكان هذا high dense fibrous connective tissue موجودة بالمكان راح تعيق closure of median diastema. دكتور ما يصير انظفها فشي اشيلها زايد هاي دنس شلتها ترجع عجيب سكار تشو عجيب انت من يصير عندك قطع بالايد مو يصير عندك سكار صح ولا لا السكار تقدر تشيله يعني يرجع الفتحه صح
غرفة مفتوحة ما ممكن. دكتورة هاي حالة يعني العلاج ما راح يكمل. معناها كل ما واحد يحاول يسد السبيس بين ميليان دايستما يظل الفتحة موجودة. أو يصير إنكليشن بالتيث. يعني عندي هاي تو سنترال انسايزرز هاي فتحة موجودة بيناتهم تصير ميلان بالأسنان. يعني الروت يبقى بموقعه بس مجرد الكراون يصير بإنكليشن يصير منظره كلش مو حلو. وهاي الفتحة هاي تراينجلر بلاك تراينجلر اريا يصير عندي بهالمكان. شنو الحل المثالي؟ الحل المثالي إذا كان كمية الميديان دايستما مو كلش كبيرة خلينا نقول مودريت أو قليل، الحال إنه أسوي كومبليت كلوجر للسبيس بين تو ميديان دايستما وبعدين أرجع أسوي الفرينكتومي. وإذا كان كمية السبيس كلش هواية يعني فت 5 مليم خلينا نقول أو أكثر، الحال إنه أحاول أسد 3/4 المسافة تمام؟ وبعدين اسوي الفرينكتومي والشعرات الفراغ اللي تبقى بين فيتوس ترانسايزرز اسدها ورا الفرينكتومي على مود ما اقدر ما يدخل السكافت وشو يسوي لها المشكله. طبعا هي بالواقع يعني في جميع الاحوال سويت الفرينكتومي بعده قبل مشكله كبيره او سويتها بعده او ديورينج او ما سويت الفرينكتومي هو الميديان دايستما مشكلته مشكله، لانه الكونتينيوتي مال الفايبر تيشو الموجوده بين تو سنترال انسايزرز سويت الميديان دايستما من البدايه راح تظل تبقى هايبر اكتيف في جميع الى طول العمر. فالحل هو البيرمننت ريتينر، لازم نخلي له البيرمننت ريتينر بين تو سنترال انسايزرز او تقدر تفتح الفراغ بين تو سنترال انسايزرز سواء سوينا بعد او ديورينج او ما كان عنده ليبيال فريم بروبلم. يعني ان شاء الله معقدة صارت بس نتيجتها واحدة. بس يعني اظل واقول انه عملية الفرينكتومي اكبر خطأ انه تصير عملية الفرينكتومي بيفور، لانه كمية السكار تشو ما ممكن تسد الفراغ وتزيد الانكليشن بالتيث وتنطي فد اغلي ابيرنس. تمام؟ صارت واضحة؟ اكو سؤال لحد الان؟ زين جنجيفال بروبلم، ما عندنا مشكلة بالجنجيفال بروبلم. أي شخص عنده جنجيفايتس أو بروبلم بالجنجيفال كونديشن أو بريدنتال بروبلم لازم يتم عملية العلاج مالتها قبل ما نبلش بالأورثودونتيك تريتمنت. لازم نبلش أي بروبلم قبل الأورثودونتيك تريتمنت. البلت أكو فد نقطة كلش حلوة بالبلت، قديمة هي ما تستعمل لكن حاليا نشوفها. نشوف لازم احنا نشوف الدبث مال البلت، نشوف البروبلمز اذا اكو بالبلت. يعني مثلا هذا شخص عنده سوالينج ممكن يكون امباكتد توث، ممكن يكون في انذر باثولوجيكال كونديشن كونستركتد بلت، ممكن يكون عنده جماعه الكلفت الويث مال البلت تروماتيك كونديشن. تشوفون هذا التروما اللي صار هذيك الصوره هنا، تشوفون لو انا هذا شو يصير بايت ويا ابر انسايزرز فيصير في انترفيرنس ويا البلت ويصير عنده تروماتيك كونديشن. هاي شغلات كلها لازم نقدر نتابعها، واحنا حكيناها بالدايوز بالبدايه. احنا قلنا الاشخاص اللي يكون عندهم وايد فيس بريكيوسيفاليك الدبث مال البلت شي يكون عندهم شالو، الاشخاص اللي وجههم عريض دائما يكون البلت مالتهم شي يكون قليل. تمام؟ الاشخاص اللي يكون دائما عندهم لونج فيس دائما شي يكون عندهم نارو بلت بس الدبث مال البلت يكون أعلى. اها يكون وايد. تمام زين انتبه. اكو بعد نقطه صغيره بالبلت اللي هي الرقا اريا، تعرفوها الرقا اريا؟ هذا التعرجات اللي صايره بالبلت. ايام زمان كانوا يستخدموها ويا اللي يشوفون درجه الانكلينيشن اوف ذا تيف. الرقا اريا هي عباره عن ليفلز من الرقا اريا. ثالث لاين من الرقا اريا لازم تكون ويا الليفل اوف ذا كناين. يعني من افتح البلت اشوف الرقا اريا، ثالث لاين من الرقا اريا لازم شو تكون ويا الليفل اوف ذا كناين. هذا بالنورمال كونديشن. يعني الاشخاص اللي يكون عندهم بروكلاين تيث دائما الكناين والانسايزرز تكون اباف اكثر لي قدام من الخط اللاين مال الرقا اريا. تمام؟ هاي كان ايام زمان استخدموها بالكلاسيفيكيشن
في حال تشوفون ان التيث ار بروكلايند اور نوت ار بي انكليشن بروبلم اور نوت. تمام، هاي المعلومات اللي تحتاجوها فقط من البلد، ما عاد شيء مهم. يعني ترى صار بروكلايند راح تقدم غيري؟ لا يعني معناها دنتو الفيولر ستراكشر بروفينيشن عنده، يعني البلت الرقع اريا هذا ضمن البلت، صح؟ ضمن البلت ضمن السكيليتال كومبوننت. من يصير عندك بروفينيشن بالتيث يعني معناها الدنتو الفيولر ستراكشر صار بها انكليشن ان فورورد ريليشن، يعني فقط التيث والالفيولر بون صار متقدم، بس كسكيليتال بارت هو نورمال ما عندي مشكله. تمام زين. Adenoid patient. شو الكاركترستيك في توما adenoid patient؟ شو تشوفوا؟ هم؟ الفيس نازل كأنه. Depression بالمالر بون. نازل مقصد كلامك depression بالمالر بون. هاي منطقة الشيك هذولا كلها نازلة. بعد. ليش؟ ليش؟ تنفس ما تعيش إشكال. برافو عليكم، صحيح هو سبب انه تنفس باشكال. التنفس ما يصير breathing normally عن طريق النوز، اللي breathing يصير دائما عن طريق الماوث، فكميه الكونستركشن يصير بالماكسيلا اكثر من اللازم، ترافق وياها هذا المالر بون هاي المنطقه، فتشوفون انه depression، تشوفون النحول دائما دايره عيونك تلاحظون. تمام اي والله، انا هذول عندهم معاناه كبيره يعني incompetent lips، تشوفون دائما يكون عندهم long face. تمام inside the oral cavity اكيد راح نشوف عندهم cross bite bilateral constriction بالمنزل اللي يصير عندهم. طبعا cross bite يرفقها وياها عده شغلات اخرى، ممكن يكون عندهم crowding بالteeth او another problem dryness بالmouth، لانه دائما اللي breathing وين يصير من الmouth، فيصير عندهم dryness، فعندهم gingival problem gingivitis دائما يكون عندهم. تمام هاي احد ال features اللي ممكن اشوفها بالadenoid patient. بالدنتال examination هواية شغلات ماخذيها العام، هواية شغلات تعرفوها العام، لازم نشوف مثلا الدنتال state number of teeth، زيادة عندي بالأسنان supernumerary، أقل من الأسنان hypodontia. تمام لازم أشوف الكاريس، لازم أشوف الكراكس واكس بوت ليجن، إضافة إلى بقية الانديفيدوالز راح أشوف لكم إياها وأشرحها بتفصيل أكثر. الكراكس اللي دائما يصير جماعة البروكسيزم functional problem. تمام اللي دائما يصير فد lines بالإنسايزرز، هاي المنطقة دائما خاصة إذا رح نسويها reflection ويا light نقدر نشوف الكراكس كلش واضحة. هذول يكون عندهم weak teeth، هذول functional problem، هذول يحتاج يتعالجون orthodontically، يغير الانكليشن مال التيث على ما نخلصون من هذا البروبلم الكبير اللي عندهم اللي هو الكراكس. زين هاي النقطة الأخرى white spot lesion اللي هي عبارة عن فرانكس أو remnants of the enamel demineralization، يعني enamel caries. enamel caries أكثر شيء نشوفه بالأشخاص اللي عندهم أو لابسين orthodontic appliance. هو هذا ليش يصير white spot lesion؟ ترى initial phase شلون؟ initial phase مثل caries؟ initial phase أي نعم بالضبط. هو ليش يصير؟ يعني ليش مرسل يصير caries؟ أولاً نوعية البكتيريا الفلورا الموجودة inside the patient mouth قوة مالتها متوسطة، يعني تقاوم البلاك الموجود. prolonged retention of the bacterial plug added to surface شو يصير عندي؟ هاي السبوت ليجن. أكثر شيء نشوفه بالأشخاص اللي عاشوا orthodontic appliance for long period of time وبعد oral hygiene، دير بالك أنت تمام؟ نشوف إنه دائما داير الأبلاينس بالضبط، يعني خاصة من نشيل البراكت، مكان البراكت عافية، مكان البراكت عبارة عن white spot area، سببها إنه الشخص من يفرج أسنانه ما يتعب حاله بالتفريش، النتيجة كيصير عنده؟ يصير accumulation of the plug surrounding to the bracket، والنتيجة يصير بي demineralization تتوقف إلى هذا الحد. تمام؟ بس تنطينا فد ugly appearance بالمناسبة. تمام؟ لازم نكون كلش دقيقين بهذا عملية التفريش، ودائما البيشنتين ما نوجههم على عملية التفريش الصحيحة. الأنظر classification اللي ماخذيها الآن angle classification
كاناين كلاسيفيكيشن الانجل كلاسيفيكيشن الريليشن بين الابر سيكس واللور سيكس بالجروف البوكال كاست نيجو بوكال كاست تقعد بالجروف مال اللور الكاناين بين الابر كاناين والبين تقعد بين اللور كاناين والفيرست بريمولر اذا تقدم فيكون كلاس 2 اذا تراجع يكون كلاس 3 كلها ماضيها الان زين الان اخذنا الاوفر جيت هسنا راح نطبقها انسايد دنتال كلينيك نقيس الاوفر جيت للبيشنت مالتنا الاوفر جيت اللي يمثل لي الهوريزونتال ديستنس بين الابر لور ذا موست بروميننت انسايزرز الهوريزونتال ديستنس هنخلي المسطره على الانسايزل ايدج مال الابر وين ما يطخ اللور نيجي نقرا الابر انسايزرز وين يقرا على اي رقم من المسطره يكون قياس الاوفر جيت القياس هو تكون ايذر بوزيتيف اور نيجاتيف البوزيتيف يتحمل عدة قياسات يعني يكون عندي بوزيتيف اوفر جيت اما يكون نورمال اللي هي بين 2 الى 4 مليم او اكثر من 4 مليم او اقل من 2 مليم العفو اقل من 2 مليم واكبر من 4 مليم اذا كان عندي اكثر من 4 مليم يعني معناها شنو انا تسميه خاصه عم اخذها الان اكسسيف اوفر جيت اذا كان قياس الاوفر جيت اكثر من 4 مليم اكسسيف اوفر جيت من يقل تدريجيا الى ان نوصل الانسايزل كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث يصير الاتش تو اتش تمام اذا نقص اكثر بعد تراجع اكثر بالضبط صار عندي ريفرس اوفر جيت يعني القياس ما راح يكون بالسالب تمام القياس الموجب اما يكون 2 الى 4 ضمن النورمال او اكثر من 4 اللي اكسسيف اقل من 2 حسب التدريج ريديوس بس ما بي اسم معين يعني اذا جاني 1 اوفر جيت هذا ديكريز عنده صار صفر هذا اتش تو اتش صار عنده تمام صار ماينس ريفرس اوفر جيت يمثل لي الهوريزونتال ديستانس الفيرتيكال ريليشن بين الابر واللور هذا الاوفر بايت شو ما نعرف احنا نعرف انه التب اوف ذا اب لور انسايزر لازم يكون بالميدل اوف ذا لينجوال اسبيكت اوف ذا ابر اذا كان اكثر او كان اقل حيعطيني مختلف القراءات اذا كان اكثر يعني وصلنا للسينجولام او عبرنا السينجولام راح يصير عندي ديكريز بالvertical relation حيصير increase بالoverlap يعني الأسنان يعني vertically يصير بيها overlapping أكثر من اللازم وبالدرجة الoverbite تقل يصير الكيس عندي deep bite تمام القياس تزداد بس كحالة تقل ليش لأن الoverbite صار بيها overlapping أكثر من اللازم تمام يعني القياس من أجي أقيسها راح أشوف إن الoverbite عندها مثلا 7 مليم هذا معناه شنو عنده deep bite تمام العكس من يفتح الاوفرلاب اكثر من اللازم open bite يصير عندي تمام من ما يعبر ال h to h يسموها incomplete overbite من يعبر ال h to h راح يصير عندي open bite وقياس ال open bite دائما تكون اما اقول 4 مليم open bite او اقول minus 4 شو اقول minus 4 يعني قراءة السالب بالopen bite وقراءة الموجب بالdeep bite وبالdeep bite يصير عندي increase بالoverlap ويقل الoverlap بالopen bite تمام؟ midline عندي نقطة مهمة بالmidline الdental midline والfacial midline الdental midline معروفة هي midline بين الأفر incisors ولازم تكون متناسقة ويا اللور انسايزرز تمام مع فرق اذا عندي 2 مليم فرق بين الابر واللور اقدر اعتبرها ضمن النورمال تمام النقطة المهمة الاكثر واللي تاثر على الاستيتيك وعلى مشاكل البيشنت هو الكوردينيشن بين الدنتال والفيشال تمام يعني اذا اكو اختلاف بسيط او حتى لو اختلاف شوي كبير بين الابر ميدلاين واللور ميدلاين وخاصة الأبر ميدلاين صار بالموضوع موقع الصحيح المشكلة باللور ميدلاين ما تشوفون بيشنت يدق بابا يقول لك يا بابا شنو عندي بروبلم بالميدلاين مال اللور ما
ماكو شكل حاله، ماكو بيشنت يجي يقول عندي مشكله باللور ميد لاين، ما ممكن تمام. لكن بيشنت شي يجي يقول اكو عندي بروبلم بالميد لاين، لو تشيكه تشوف انه الميد لاين مال ابار ما بتناسق ويا الفيشل ميد لاين. الفيشل ميد لاين عنده ثلاث نقاط. اول نقطه هو هذا النيزون، هذا between two eyebrows، هاي نقطة، هاي رقم واحد، هذا هنا تمام. اسوي نقطة هنا. النقطة الثانية اسويها على tip of the nose، هذا تمام. النقطة الثالثة اسويها على tip of the lip، هاي واحد اثنين ثلاثة. اسوي هاي ثلاث نقاط وسوي patient smile، اشوف midline مال الأبر متناسق ويا هذا الخط اللي انا سويته عن طريق هالثلاث نقاط. اذا كان عندي coordination اكو تطابق، اذا معناه البيشنت عنده normal. اذا اكو ماكو تطابق يعني معناه البيشنت عنده shifting بالmidline. مو كل شخص ياثر على شكله، مو كل واحد ياثر على شكله. يعني مثلا توم كروز معروف عالميا انه هو شخص عنده shifting بالأبر midline واضح جدا، بس هو مقتنع بشكله وشخص وسيم ما عنده مشكله معينه صح؟ ها؟ مقتنعين هاي كل زين. اكو حد عنده اعتراض على توم كروز؟ يحتاج اوصل لهم تريتمنت؟ كل شيء ما يحتاجه مثل الورد. لا شفت ميد لاين ولا يزن، كل العلم راح من يمه. زين ما يريد يصرف، شلون؟ ما يريد يصرف ما يريد يصرف؟ يعني والله لا، يعني والله ما يراد شيء، يعني عشر عشر يقدر يعدي. صدق كذا توم كروز دينتال ايج، دينتال ايج شغله كلش يعني يعني شفناها بالواقع تغيرت. ايام زمان كانت الحياه كلش بسيطه، يجينا البيشنت يشوف شنو الاسنان طالب حلقه، نعرف الايج مالته، تكون في التناسق بين يسموها الدنتال ايج والسكليتال ايج. يعني تجيني انت طالع للانسايزرات فقط وبقيه كلها ما طالع، اعرف انه شخص اولا عمره بالثمان سنوات تمام، كجروث بعده في مرحله الاكتف جروث. هسه صارت الدنيا تغيرت، وايد شغلات تغيرت بيها. شافوا انه شخص يجينا بهالوضعيه بهذه الاسنان فقط الانسايزرز هو الجروث مالته كلش ديلي بيها، وعمره خلينا نقول 11 سنه، شيء عجيب يعني تمام. هذا الاختلاف طلع عندي فد مشكله معينه في انه اقيس الدنتال ايج اعتمادا على السكليتال ايج. انا السكليتال ايج لازم اعرف ان البيشنت هذا عنده جروث او ما عنده جروث، لانه ياثر على شغلي تمام. لهذا طلع في تشارت، هذا التشارت يسموها بال Eruption timetable. هذا يعني اجي اشوف يعني الشخص، اشوف شنو عنده eruption بالتيث تمام، واخذ له اكس راي اشوف الكرانات شنو وضعيته، شنو وضعيه الروتات، على اساسه اقرر الايج according to the eruption timetable. الشخص من يجينا قست الايج مالته according to the eruption timetable، طلع مثلا عمره 9 سنوات، اسال على عمره يطلع عمره 7 سنوات. اكو اختلاف لو ماكو اختلاف؟ اكو اختلاف. المهم اقدر اسوي فد كورليشن بين الايج اوف ذا بيشنت النورمالي ويا الايج اور كونديشن اوف ذا تيث الموجوده عنده. بيكون عندي هالشكل تقدم معناها شخص عنده اكتف جروث تايم بسرعه بيصير، ما عنده علاقه ويا العمر مالته تمام. لكن من يصير عندي ديلي، يعني انا اتوقع عمره 9 سنوات يجيني عمره 11 سنه او 11 ونص، اتوقع انه عنده ديلي، عنده بطء صح ولا لا؟ فهذا بس حسب الدراسات قالوا انه احسن توث نقدر نعتبر انه الدنتال ايج ويا السكليتال ايج متناسقه نشوف وضعيه الابر كناينز، باعتبار انه هو اخر توث يصير ايربشن بالابر تيث بعد قبل الاي طبعا خلينا نقول تمام. و7 يعني انه اخر توث بهاي المقطع بالانتيرير سيجمنت نقدر نربط هاي الوضعيه. جتي انذر ستاديز، البريتش ستاديز، البريطانيين سووا اعتمادهم على الاشخاص اللي يريدون يشغلوهم بالمصانع على السكند بيرمننت مولر ال7، قام شغلوهم حتى سموا السم بالفاكتوري توث. ليش؟ اي شخص
الاشخاص يشوفون الديفلوبمنت مال السبب مالته عن طريق الراديوغرافي يعرفون انه هو ناضج او غير ناضج، هو مؤهل انه يشتغل بالمعمل او غير مؤهل يشتغل بالمعمل. اكو فاريشن يعني اكو فاريشن طبعا واي اكو فاريشنز واي اكو فاريشنز وقاموا معتمدين عليها اصلا يعني في جميع الاحوال. تمام زين اخر بارت بالدايجنوسيس اللي هو الفانكشنال الاكزامينيشن. شوفي هذا معقد بس اشرح لكم فد شيء بسيط على المقدمه مالته واكمل على المحاضره القادمه. احنا راح نشوف بالفانكشنال ابلاينس عندي تو كونديشن الريست والماكسيمم انرجيتيشن. هسه احنا في جميع احواس الجميع اللي قاعدين هنا نحن وضعيتكم هو الريست كونديشن، يعني ماكو كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث، اكو فد سبيس في حالة الريلاكس مصل كونديشن اكو يصير ماكو يعني ما هذا الانترجيتيشن بين الابر تيث واللور تيث ما تصير الا اذا انتو تجون تسوون، يعني هسه انا من اكون هادئه شوفوا ماكو كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث لكن من اريد اسوي انترجيتيشن اسد اسناني. تمام هذا السبيس يسموه بالفري واي سبيس. شو يسموه؟ فري واي سبيس. فري واي سبيس مقداره 3 مليم منطقه الكناين، يعني اذا اجيب المسطره واقيس المسافه بين الابر كناين خلاص دكتور خلاص بين الابر كناين واللور كناين بهذا المكان اشوف انه مقداره 3 مليم فري واي سبيس. هسه هذا الموضوع كلش مهم الريست بوزيشن اللي احصل بي على فري واي سبيس وعلى الماكسيمم انترجيشن لازم اقارنها بكل الحالات. تمام عده طرق عندي اشرح لكم اياها المحاضره القادمه ان شاء الله. صارت واضحه؟ زين انتم يا دكتور منى ان شاء الله راح اجيكم انا على الفانكشنال اكزامينيشن اللي هو عنده علاقه ويا مصطلح البوسترال ريست بوزيشن. احنا قلنا انه احنا بما انه اكو عندنا المفصل والمانديبل والبون الموفابل بون راح يصير عندي حالتين، حاله الماكسيمم انتركاسبيشن اللي يصير انترجيشن بين الاسنان دائما وعندي البوسترال ريست بوزيشن. البوسترال ريست بوزيشن يكون عندي الماسكوليتور سيستم في حاله دايناميك بالانس، يعني المسلز تكون موست ريلاكسد ماكو اي كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث ما ممكن. تمام والنتيجه هذا عدم وجود الكونتاكت راح نحصل على سبيس. هذا السبيس لا ليوي سبيس هذاك بالتيث هذا يسموه الفري واي سبيس. اكو فرق بين ليوي سبيس ليوي الامخذيها الامخذيها الليوي على الامخذيها يسموها بالفري واي سبيس او بالانتر اوكلوزال كونتاكت. شلون اجيب قناه ترى قاعده عندي يسموها بالفري واي سبيس او بالانتر اوكلوزال كليرنس تسميتين. اما بالفري واي سبيس او انتر اوكلوزال كليرنس فراغ هذا الفراغ مقدار مالته يوصل الى 3 مليم منطقه الكناين، يعني في مرحله الريلاكس بوزيشن للماندبل من تكون الماندبل كلش ريلاكس تمام ماكو اي كونتراكشن من المسلز عندي سبيس راح يصير بين الابر ارش واللور ارش ما يصير كون ماكسيمم كونتاكت بين الابر ارش واللور ارش اكو فراغ. هذا الفراغ لو نيجي نقيس الفراغ بمنطقة الكناين مفروض نحصل على 3 مليم سبيس. زين المشكلة وين؟ المشكلة بالبيشنت على مد نحصل على البوسترال ريست بوزيشن دائما المسلز تكون كونستركتد في مرحلة الاكزامينيشن مالتنا دائما بصعوبة نحصل على البوسترال ريست بوزيشن. لهذا عندنا عدة طرق نقدر نحصل على الماكسيمم على الريست بوزيشن. الكومنت ميثود النون كومنت ميثود وكومبينيشن بين تو ميثودز. انتبه كل واحد طريقه يستخدمها بس هو الطريقه الشائعه الاستخدام اللي هي سي الكومبايند ميثود اللي نربط بين الكومنت والنون كومنت.
الكومنت ميثود يعني ننطي تعليمات. النون كومنت ميثود بدون تعليمات. الكومنت ميثود انه احنا ننطي تعليمات للبيشنت شلون نحصل على الريست بوزيشن بطريقتين. اما انه يخليه يسوي فعل معين ريبيتلي، يعني مثلا نقول له ابلع رقب سوالوينج، عمليه السوالوينج بنهايه السوالوينج يصير فاتيك بالمصص، يتحول انه يصير ريلاكسيشن بالمصص، اخر شيء يرجع الماندبل بالريست بوزيشن مالته. تمام، سوالوينج ريبيتلي، يفتح يسد يبلع رقه يبلع رقه يبلع رقه يبلع رقه الى ان تشوفون يصير ريلاكسيشن بالمصص. الماندبل وين نحصله؟ نحصله على الريست بوزيشن. تمام، هاي طريقه. او يستخدم بعض الكلمات، اكثر شيء حرف ام، كلمه الحرف الام بها فد نوع من فد مصل كونتراكشن نهايتها يخلي الماندبل نحصل على الريست بوزيشن. تمام، يعني مو يقول حرف ام ويسكت، لا يكرر ام 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 الى ان تشوفون انه صار خلاص وصلنا الى الريست بوزيشن. يصير عبالك البيشنت يقول هاي الحركه، يتعب، هذا نهايه التعب مالته انه يحصل على الريست بوستر الريست بوزيشن اوف ذا ماندبل، على مود نقدر نقيس الفري واي سبيس مال البيشنت. تمام، هاي فيما يخص الكومنت ميثود. النون كومنت ميثود لا، يصير فد كونفرزيشن ويا البيشنت فد اوبتكس خاص خارج عن الموضوع كله، يعني ما له علاقه لا ويا الدايجنوز ولا ويا الاكزامينيشن ولا ويا الاورثو ولا اي شيء، مواضيع عامه، وين تشتغل، شو تدرس، شو تسوي، ما يعني المهم احنا راح ننتبه بهالطريقه انه يخلي البيشنت اكثر ريلاكسنت. من يصير اكثر ريلاكسنت؟ انه في اثناء الاكزامينيشن اكو خوف على البيشنت، من نطلع خارج موضوع الاكزامينيشن والكلينيكال دايجنوزس مالتنا حنشوف انه البيشنت حيكون مور ريلاكسنت، فلهذا نقدر نحصل على البوست ريسترال بوزيشن. بس احكي لكم اياها صراحه، الطريقتين يعني شلت ما تحاول تحكي ويا البيشنت، تصادق البيشنت، تعرف البيشنت، تحكي داخله بتنطي ويا البيشنت، من تجي تريد تشوف البريست بوزيشن راسا تروب تشوفها يصير كونتراكشن بالمصل يسد الاسنان مالته. تمام، فمو فافضل طريقه هي الكومبايند ميثود. الكومبايند ميثود ورا ما نحكي وياه شوي نسولف وياه ونغير الاجواء وياه، نبلش بطريقه التابينج ميثود. التابينج ميثود انه نستخدم الثام والاندكس فينجر فيناتهم، نلزم الماندبل، نلزم الماندبل، نلزم منطقه الجن. تمام، نفتح ونسد، نفتح ونسد، نفتح ونسد، نفتح ونسد، نهايه الفتح والسد نقدر نحصل على مور ريلاكسيشن بالمصص، تشوفون الماندبل يرجع يقعد بمنطقه، تحصلون على البوستر ريست بوزيشن. هذا التابينج ميثود. تمام، زين، موضوع خارج عن البوستر ريست بوزيشن، اذا تريدون تحصلون على ماكسيمم انتركاسبيشن شلون، خاصه بالانترو اورال اكزامينيشن، اثناء تشوفون بالكلينيك من تريدون تشوفون اكزامينيشن انترا اورالي، هذا ريست بوزيشن ما له علاقه ويا الانترا اورال يعني اكزامينيشن مالتنا. من انترا اورال تريدون تشوفون الريليشن مثلا الانجل كلاسيفيكيشن، كانان كلاسيفيكيشن. تمام، هاي شغلات من تريدون تشوفوها لازم نحصل على الماكسيمم انتركاسبيشن. شلون احصل على الماكسيمم انتركاسبيشن؟ لا، التابينج تحصل على ريست بوزيشن، ومن تريد انت تشوف الماكسيمم انتركاسبيشن البيشنت يعطيك ريست بوزيشن، ومن تريد تشوف الريست بوزيشن البيشنت يعطيك ماكسيمم انتركاسبيشن. وانت ديار الحال تعرفون شنو؟ تجيبون بروب تخلون بين ال 6 و 7 او بين ال 5 و 6، تب الرفيق مال البروب تخلوه لا باللور، تقولوا للبيشنت سد على الحديد، يعني سد على البروب راسا، تشوفون الجايدنس مال البروب هو راح يخلي انه نحصل على الماكسيمم انتركاسبيشن. يعني دي وصل للبروب، يعني دي وصل ايه، يعني تقول له وصلك للبروب. تمام، لانه يعني ايش قد راح يدور انه يحرك الماندبل مالته فورورد لاترالي على ما يحصل على الانتركاسبيشن اللي يريد ينطي بهذيك اللحظه،
البروب هو حيكون الجايد، البروب راح يوجه انه يصير على مازوم انتركاس بيشن بطريقه صحيحه بدون اي مشاكل. تمام، صارت واضحه؟ اذا البوستر ريس بوزيشن افضل طريقه هي طريقه التابينج ميثود، وبالمازوم انتركاس بيشن ايضا طريقه البروب نقدر نستخدمها. زين، انا هذاك الاسبوع حكيت لكم على البارامترز اللي احنا نقيسها في كل حاله من الحالات، في حاله الانتروبوستيريور، في حاله الفيرتيكال، في حاله الترانسفيرس، حسين الانجل كلاسيفيكيشن، يو نو انجل كلاسيفيكيشن، كان كلاسيفيكيشن اوفر جيت يمثل لي انتروبوستيريور، هاي كلها حكينا عنها هذاك المحاضره. تمام، زين ما عندنا مشكله بها. زين هسه ولا ما حصلنا على البوسترال ريسبونشن بهاي الطريقه، هسه لازم نقيس الفري واي سبيس اللي 3 ملي. عندي طريقتين، ايذر انترو اورالي او اكسترا اورالي. الانترو اورالي عندي دايركت وان دايركت، والاكسترا اورالي عندي دايركت او ان دايركت. بالنسبه للانترو اورالي بكل بساطه انه البيشنت، خاصه اذا كان البيشنت هو كوبرتيف، بنسبه الكوبرتيفيتي مالته عاليه، انه البيشنت هو كلش كوبرتيف، حصلنا على الريس بوزيشن دايركتلي انسايد ذا بيشنت ماوث، اقيسها باي فيرنيير، اجيب المسطره الخاصه مالتنا الاورثودونتيك رولر الخاص اللي يسموها بالدنتال فيرنيير. تمام، اقيس الفري واي سبيس بمنطقه الكناين انسايد ذا بيشنت ماوث دايركتلي، ها بدون مشكله، او اندايركتلي عن طريق امبريشنز، اخذ ابر ولور امبريشنز واسوي articulation واسوي شويه rest position، ارجع المانديبل واقيس المسافه، بس شويه القراءه تعطيني مو كلش مضبوط تطلع، ما بي accuracy. تمام، اذا الانترو اورالي الدايركت عن طريق directly inside the patient mouth عن طريق الدنتال فيرنيير، فيرنيير هي المسطره حتشوفوها بالكلينك مالتنا هسه. تمام، وindirect عن طريق الامبريشن، ناخذ impression على upper lower ونقيس الفري واي سبيس. هاي فيما يخص الانترا اورالي. اكسترا اورالي طريقتين، دايركت واندايركت. الدايركت واي، الدايركت واي عن طريق الريفرنس بوينتس. ريفرنس بوينتس نجيب قطعه من البلاستر نخليها على التوب اوف ذا نوز، ويا قطعه من البلاستر نخليها على التوب اوف ذا تشين. تمام، او اذا يعني ما تريدون البلاستر تخلون، اكو حال احسن بالقلم شوية نرسم على وجه البيشنت، طبيعي عادي ماكو مشكلة، بعدين نطي له وايبس نقول له روح مسح وينتهي الموضوع. خلي نقطتين هنا، نقيس المسافة بين النقطتين في مرحلة الماكسيمم انتركاس بيشنت. تمام، ونقيس نفس المسافة بالريست بوزيشن، الفرق بيناتهم شي مثل لي بالفري واي سبيس. تمام، هاي الدايركت بالريفرنس بوينت، انا اشوف هاي احسن طريقة واسهل طريقه واسرع طريقه، لانه الاندايركت على الرغم من دقتها العاليه لكن بيها تايم وفاسيلتيز كلش عاليه. الاندايركت عن طريق السيفالومتريك وعن طريق الكيانو جرافيك. السيفالومتريك اللي راح ناخذها اليوم، راح ناخذ سيفالومتريك للبيشنت مرتين، مره بالماكسيموم تركاس بيشنت ومره ثانيه اخذها بالريست بوزيشن. تمام، وقيس الفرق بالفيرتيكال دايمنشن بالحالتين على ما اقدر احصل على الفري واي سبيس. طريقه جدا زياره لوحدها، اي والله يعني لا يتعرض للاكسبوجر ويدفع فلوس فوقاته، يا بشيلوا حقي صار فري واي سبيس، اكو داعي له؟ لا والله يقول البيس انا لو بدلها اقول له ماكو داعي. تمام، الكيانوز لا انا شوف الاخ هذا الجهاز مال الكيزوس جرافيك ريجستريشن، عبارة عن ماجنتكس، عن ماجنتكس تشوفون يربط بين التو بارتس، المسافة بين هذا الكترونيكلي يقيس لي اياها، اكو فد ماجنتك انسايد ذا بيشنت ماوث نخليه انسايد انترا اورالي. تمام، هذا يعني يلزق ويا الماجنتكس موجود انترا اورالي، تشوفون هذا الماجنتكس محطوط هنا انترا اورالي يلزق بي، ينطيك ماكسيمم انتركاس بيشن ويعطيك ريستورال بوزيشن ويقرا لك الفري واي سبيس بدون ما يدخل البيشنت. ما شاء الله، بس هو يعني ما ادري هذا اجيب هذا الجهاز المعقد على اقل فري واي سبيس فقط. تمام،
لحد الان. اذا الفري واي سبيس اللي هي 3 ملم بمنطقه الكنان، خلوها ببالكم 3 ملم مو باي مكان، فقط منطقه الكنان. اقيسها بطريقتين، ايذر انترو اورالي او اكسترا اورالي. بالانترو اورالي ايذر دايركت عن طريق الفرنيه او اندايركت عن طريق الامبريشن، تمام. اكسترا اورالي اما اقراها ريفرنس بوينت دايركتلي او اندايركتلي عن طريق السفالومتريك او الكينزوغرافي. راح نشوف خلال هاي الفانكشنال اكزامينيشن عندي الباث اوف كلوجر مال بيشنت، راح احصل على ديفرنت ريليشنز بالفري بلين اوف سبيس. احنا البلين اوف سبيس عندنا الانتروبوستيريور صح، وعندنا الفيرتيكال وعندنا الهوريزونتال. بالانتروبوستيريور هذا اول واحد او يسموه بالساجيتال بلين، راح اشوف انه الماندبل خلال الباث اوف كلوجر اثناء ميريدين سيت الماندبل راح ينطيني ثلاث ديزاينات اوف كلوجر. هاي الحاله اشوفها في حالات الكلاس 2 مال اوكلوجن، مو باي حالات اخرى، يعني مو بالماندبل، مو بكلاس 3 ولا كلاس 1. ويمتى اشوفها؟ كلاس 2. Either normal closure أو forward movement أو backward movement. خلينا نفهمها بعض، أشرح لكم إياها. أثناء مرحلة الجروث، أنا هاي الشيء ماخذيها العام بالجروث همين. أثناء مرحلة الجروث of mandible أكو فد نوع من الموفمنت يسموها بالروتيشنال موفمنت، تمام. تذكرون الفورورد روتيشن الماندبل او باكورد روتيشن الماندبل، تذكرون الان اخذناها فورورد او باكورد، اما يتقدم لي قدام او يرجع لي ورا. المهم اثناء الموفمنت مال الجروث مال الماندبل اكو حركه دورانيه، تمام، يسموها بالروتيشنال موفمنت. هاي كلش مهمه بالتريتمنت وبالريسبونس مالتنا. هذا الباث اوف كلوجر، باث اوف كلوجر مهم للتريتمنت، يعني لازم أنا أكتشف هذا الشيء للبيشنت خلال مرحلة الدايجنوزيس على مود أحصل على البروغنوزيس اللي أحتاجه بالتريتمنت بلان، تمام؟ هسه راح أوضح لكم الأمور شو. يعني إذا جاني بيشنت والروتيشن أوف ذا ماندبل مالته أثناء القراءة، طبعاً هذا يبين أكثر شيء بالسيفالومتريك راديوغرافي، هذا التايب، هذا التايب مال ايفالويشن مال باث اوف كلوجر بالساجيتال بلين، انا بشوف الروتيشن اوف ذا ماندبل، يعني اكثر شيء اقدر اشوفه بالسيفالومتريك. كلينيكالي الريزلت قليله بس اقدر اربطه ويا المال اوكلوجن. هسه حوضح لكم اياها. اذا بيشنت جانا هو كلاس 2 مال اوكلوجن فقط، كلاس 2 ممكن يكون كلاس 2 وحده او ممكن يكون كلاس 2 ديفيجن 1 او ممكن يكون كلاس 2 ديفيجن 2. تذكرنا هذا الكلام، ديفيجن 1 فرق على ديفيجن 2 انه يصير عندي بروكلينيشن بالتيث او ريتروكلينيشن بالتيث بكلاس 2 ديفيجن 2. تذكر هذا الكلام، تمام. بالبيور روتيشن يكون الماندبل او البيشنت دائما يكون عنده بيورلي كلاس 2، يعني البيشنت يجيني يقعد افتح حلقه اشوف انه البيشنت عنده كلاس 2 مال اوكلوجن، لا يقدم ولا يرجع ولا يتحرك الماندبل مالته، تمام. هذا الشيء يكون عنده بيور روتيشن، يعني الماندبل فقط يفتح اثناء الموفمنت مالته، وهذا نورمال كونديشن لانه احنا اصلا الماندبل اثناء الموفمنت مالته عنده روتيشنال موفمنت، هذا روتين من عنده، تمام. اذا كان rotational movement with forward movement وياها، يعني لا مو كلاس 3. احنا هذا قلت لكم هذا الموضوع من path of closure بالساجيتال بلين فقط في حالات الكلاس 2، لا تربطوها ويا غير كلاسات، ما عندي غير كلاسات. هذا شخص من يصير عنده forward rotation، من يرجع لي قدام، يطلع لي قدام الماندبل، دائما يتقدم لي قدام، هذول الأشخاص عندهم كلاس 2 ديفيجن 1، يصير عندهم habitual movement. يعني شنو habitual movement؟ يعني البيشنت
من تفتح حلقة هو كلاس 2 تمام؟ هل قد ما متعود على الفورورد كلوجر انه يقدم المانديبل اللي قدام تشوفون البيشنت يسوي هاي الحركة يقدمها بحيث انتم ما تحسوا عليها تفتحون حلقة تشوفون هو كلاس 1 تخلوا البروب بين ال 6 و 7 او بين ال 5 و 6 تشوفون رأسا المانديبل يرجع لورا عرفت شلون؟ habitual يعني شنو habitual؟ يعني هو class 2 purely class 2 هل قد ما راجع لي ورا اكثر المانديبل اكثر من اللازم لكن صاير عنده الفورورد موفمنت ويا الروتيشنال موفمنت مالته صاير انه المانديبل دائما يعجبه انه يقدم لي قدام لانه يحس انه المانديبل خطا موقعها لي ورا يقدمها دائما فاول ما تفتح حلقه شو تشوف class 1 لكن هو لو شويه تعدل الاوكلوجن مالته وتحصل على الماكسيمم دركاست بيشنت تشوف انه البيشنت هو كلاس 2 ديفيجن 1 راجع المانديبل اكثر من اللازم لكن صاير عنده هابيتشوال تمام فبالصفه ما تحكي بين لكن كلينيكال شو اقدر اميزه للاشخاص اللي يجون عندهم هابيتشوال موفمنت في حاله الكلاس 2 مال اوكلوجن اتوقع نوعيه الباث اوف كلوجر شو يكون forward movement تمام يعني هاي الصفه المميزه للاشخاص اللي يكون عندهم forward movement فهمت الكلام شو هو معقد بس ترى هو كله سهل patient يجي يعني بروفايل مالته هيئه مالته كله على بعضه شيء يبين class 2 تفتح حلقه اول ما تفتح حلقه تقول اسد اسنانك تشوفها class 1 حتى الاسنان يصير بيها interjection هل قد ما معود نفسه على class 1 فهذا الشخص اتوقع انه شنو عنده الباث اوف كلوجر شنو عنده يكون عنده فورورد موفمنت دائما يقدم لقدام تمام اثناء الروتيشن اوف مانديبل دائما يصير سلايدنج ان فورورد موفمنت تيجي تقدم المانديبل لقدام العكس بالباكورد موفمنت الاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 ديفيجن 2 الديفيجن 2 شي يصير الفرق الشيء الرئيسي عنده عنده ريتروكلينيشن بالأبر إنسايزر صح لو لا هاي الأسنان الأبر إنسايزر من ترجع يصير بيها ريتروكلينيشن تضغط على منو الماندبل الماندبل شي يصير بيها سلايدينج إن باكورد صح لو لا يعني الأبر إنسايزر من ترجع هو كلاس 2 بيشن لكن صار عنده ريتروكلينيشن بالأبر تيث هذا الأبر ريتروكلينيشن يضغط على منو على اللور انسايزرز اللور انسايزرز تاثر على الموفمنت مال مانديبل يصير بيها سلايدنج وين ان باكورد ريليشن تمام من يرجع المانديبل لي ورا يصير عندي باث اوف كلوجر باكورد موفمنت ديورينج كلاس 2 مال اوكلوجن صارت واضحه اذا بالباث اوف كلوجر بالساجيتال بلين بالكلاس 2 اما يصير عندي بيور روتيشن او يصير عندي فورورد موفمنت في حاله الهابيتشوال اشخاص اللي عندهم هابتس يطلعون المانديبل اللي قدام او جماعه الكلاس 2 ديفيجن 2 شي يصير عندهم باكورد موفمنت سلايدنج ان باكورد ريليشن هاي ثلاث شغلات ممكن اشوفها في حاله الساجيتال بلاي بالباث اوف كلوجر صارت واضحه ترى مهمه هاي زين خلينا نشوف بالفيرتيكال بلاي بعد قبل ما اشرح الفيرتيكال بلين لازم افهم الفيرتيكال بلين الفيرتيكال بلين المال اوكلوجن الاواجه بالفيرتيكال بلين شنو هو او العكس او ديب بايت اما اوبن بايت او ديب بايت تمام بالديب بايت اكتشفنا بالباث اوف كلوجر مال بيشنت الاشخاص اللي عندهم ديب بايت يكون عندهم نو ايدنتي بايت ايذر يسموها بالترو ديب بايت او سيدو ديب بايت من يزداد الـ vertical dimension my patient يعني يصير يزداد الـ overlap يصير عندي deep bite أحد الشغلتين بسببها either over eruption of incisors صح؟ يعني هو معروف بالاجواء جميعا يعني كل الناس تعرف انه من يكون عنده ديب بايت يعني معناها عندي اوفر ايربشن
بالانسايزرز اوفرلابينج بالانسايزرز، تجي الابر انسايزرز ويا اللور انسايزرز تتداخل وحده ويا اللوب تصير عندي ديب بايت. تمام؟ او الشيء اللي الكل ما يفكر به انه يكون عندي الاندر ايربشن اوف ذا بوستيريور تيث، صح؟ يعني من يصير عندي اوفر ايربشن بالانسايزرز ممكن البوستيريور يصير بها اندر ايربشن ويصير عندي ديب بايت، صح ولا لا؟ يعني من الريليشن بين الابر بوستيريور واللور بوستيريور تنزل الريليشن هذا يصير اندر ايربشن، يعني الاسنان يصير يعني مستواها اقل من اللازم. الانتيريور شو حيصير بها؟ اوفر ايربشن، صح ولا لا؟ يعني بالبوستيريور صار بها اندر ايربشن، بالانتيريور شو حيصير بها؟ اوفر ايربشن. والبيشنت النتيجه انه حصل النهايه شيء يكون ديب بايت، صح ولا لا؟ يعني اما مستوى البوستيريور تنزل او مستوى الانتيريور، صح ولا لا؟ او both of them. تمام؟ لكن هسه نجي اذا كان البيشنت الديب بايت مالته سببها infra eruption او under eruption of the posterior teeth، يعني الاسنان تكون البوستيريور هي السبب الرئيسي، يعني جانا البيشنت هو ديب بايت، لازم اشوف هذا البيشنت ابو ديب بايت يكون عنده over eruption بالانسايزرز لو عنده under eruption بالبوستيريور تيث. تمام؟ اذا كان البيشنت under eruption بالبوستيريور تيث، تمام، معناها نوعية الديب بايت مالته ترو. تمام؟ اقدر اقيس الفري واي سبيس اشوف انه كمية الفري واي سبيس الموجودة تكون لارج، يعني اكثر من 3 ملي. تمام؟ من اجي اعالج البيشنت هذا النوع اللي ترو ديب بايت، ترو ديب اوفر بايت، إذا سببها هو الانفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز البوستيريور تيث، هذا سبب مالتها، من اجي اعالج فانكشنالي احصل على ريزلت رائعه جدا. يعني شنو فانكشنالي تعرفون؟ اخلي انتير بايت بليت وديب بايت، اريد افتح البايت شو اخلي له؟ خليه انتير بايت بليت، صح؟ الانتير بايت بليت بهذول الاشخاص احصل على ريزلت 100%. ليش؟ لانه السبب الرئيسي مال هاي الشخص مال الترو ديب بايت هو ان المولرات نازله، من حخلي له انتير بايت بلين وين حينفتح السبيس؟ بوستيريوري، صح؟ من ينفتح السبيس بوستيريوري شو حيصير بها؟ سوبر ايربشن. سوبر ايربشن علاج للانفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز، صح لو لا؟ انحلت المشكله وما انحلت؟ انحلت، صارت واضحه؟ اذا البروجنوسيس من استخدم فانكشنال ابلاينس في حاله الترو ديب بايت احصل، والسبب مالتها انفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز، احصل على جود بروجنوسيس، فيري نايس ريزلت. تمام؟ يعني شخص يجيني ديب بايت المولرات، سبب الديب بايت ان المولرات نازله، اخلي له فانكشنال ابلاينس يعني مثلا انتير بايت بلين، تمام، رايش يصير سوبر ايربشن من بوستيريورتي، احصل على جود ريزلت. لكن العكس في حالة السيدو ديب بايت، العكس تماما. اول عكس انه البوزيتيف فاكتور مال السيدو ديب بايت انه شي يكون سو اوفر ايربشن اوف انسايزرز، يعني المشكله وين؟ بالانسايزرز. المولرات نورمال، مولرات ما عندي مشكله بيها، لا بيها اندر ايربشن ولا بيها اي مشكله. المشكله وين صارت؟ بالانتيريور. تمام؟ من اقران الفري واي سبيس اشوفه سمول، لانه الاسنان متطابقه، فهذا السبيس الموجود بمنطقه الكناين تكون قليله تصغر. تمام؟ من اجي استخدم له فانكشنال ابلاينس، الفانكشنال ابلاينس الانتير بايت بلين اللي هو صح يفتح البايت انتيريوري، لكن شو يسوي لي بالبوستيريور؟ يسوي لي سوبر ايربشن. زين، هو المولرات نورمال، تتوقعون يصير بها سوبر ايربشن؟ كلش بطيء، ما ممكن احصل ريزلت. اذا معناها البروجنوسيس باستخدام لي الفانكشنال ابلاينس نوت جود. الحال شنو؟ الاوفر ايربشن اوف ذا انتيريور تيث لازم افتحها انه اسوي انتروجن بالتيث، بالانتيريور تيث لازم اسوي شو؟ اسوي انتروجن، والانتروجن يحتاج فيكس ابلاينس، يعني فانكشنال ابلاينس وهذول الاشخاص ما احصل على نتيجه. تمام؟
وبالعكس حيصير عندي سايد افكت اكثر. ليش؟ لانهم اذا استخدمت له فانكشنال ابلاينس وفتحت له البايت والمولارات نورمال وصار بيها اوفر ايربشن راح يزداد الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس، صح لا لا؟ بالمقابل اذا شخص خليت له انتير بايت بلين والمشكله بالمولارات نورمال، يعني هو نورمال يعني ما بيها ما صار بيها اندر ايربشن، تمام؟ انطيت سبيس وهذا السبيس خلى انه يصير بيها سوبر ايربشن بالبوستيريور تيث، يعني هي كانت نورمال وهسه فتحتها وصار بيها اوفر ايربشن اكثر من اللازم، زيد لي شنو؟ الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس، ما حصلت على جود ريزلت، تمام؟ يعني بدل ما عدل شكل البيشنت، تمام؟ زيدت الفيرتيكال دايمنشن مالته اكثر من اللازم وما حصلت على النتيجه المطلوبه. صارت واضحه؟ اذا بالفيرتيكال بلين بالباث اوف كلوجر اكتشفت انه عندي شغلتين. Either true deep bite or pseudo deep bite. The true deep bite يكون سببها شنو؟ المولرز، تمام؟ بالسيدو شو يكون سببها؟ incisors، over eruption بالincisors، تمام؟ ال freeway space في حالة ال true تكون large، في حالة السيدو تكون small. العلاج بالfunctional appliance في حالة ال true حصل على good result، لكن في حالة السيدو ما حصل على good result. ترى؟ نعم. بالtrue deep bite. إيه. احنا قلنا اللي فيه ويسيوس مو بتوين كنايز؟ اي زين شون هو ذا عند ومو ديب بايت عنده والمسافة تكون كبيرة ومويرات نازلة فطبيعي الفري واي سبيس تكبر ما تكون طبيعية ديب بايت غير هيك دكتورة؟ اي اوفرلابينج يصير بس السبيس نورمال يعني اوفرلابينج صار بين الانسايزرز بس الفراغ الموجود بالانتروب وهذا ترى الفري واي سبيس هي انتروبوستيريور ريليشن وليس فيرتيكال اها انتروبوس انتروبوستيريا يعني فراغ موجود بين الأبر كناين لللور كناين مو بالفرتيكال تعرف شلون بالانتروبوستيريا صارت واضحة؟ أنا عبارة بالفرتيكال لا مو بالفرتيكال لا مو بالفرتيكال صارت واضحة لحد الآن؟ زين آخر شيء الترانسفيرس أو الهوريزنتال الترانسفيرسي بلين الترانسفيرسي بلين الشيء اللي تابع بالترانسفيرسي بلين هو شنو هو الكروس بايت صح شافوا بالكروس بايت عندي نوعيتين همين نوعيه يسموها باللاترو جنافيك والثاني يسموها باللاترو اوكلوجن بقى هذا بلا زحمة الساعتين متواصلة تفضل لا 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 إلى أنه عندنا محاضرة نكملها وناخذ ثاني الساعة الثانية ها تجون يعني نكمل يعني افتهمت يعني تجون أنه تأخذ محاضرة ثم وراها نرجع ناخذ محاضرة ثانية إلى أنه الدكتور من بلغ أو تبين أبلغها للدكتور ما عندي مشكلة لا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة أوكي لا نخلص هذا أهم شوية أنتم ترتاحون تاخذون محاضرة ثانية تخلصون محاضرة ثانية وتجوني خبر انا اقعد هنا تمام؟ عم اقدر اخلصكم بسيف على ما تعرفون تمام؟ باللاترا اوكلوجن ثلاثات من تاخذون محاضرة ثانية مال اوكلوجن؟ كيف؟ انا ثلاثة موجودة كم موجودة؟ انا خلص بعد خلص ناخذ هاي ثلاثة افضل ما ناخذها السبت القادم مش خلصت يعني؟ اي السبت اي دكتوره يعني بدل السبت ما تاخذون السبت ماشي اخذ ثلاثه ثلاثه يعني انتم اكيد عندكم محاضرات ثلاثه صح ولا لا؟ حتى لو عاد خلص هذا الاسبوع لا لا خلصوا محاضراتكم ما عندي مشكله ناخذها حتى لو بالعشره حتى لو اي وقت بيكون تمام؟ موجوده ثلاثه انت كل الوقت اي كل وقت موجوده يعني طبعا اذا يعني اذا ما تاخذوا محاضره وراح يعني ما ابقى طول الوقت يعني لا دكتور قبل بيوم نعطيك خبر اي اعطوني خبر عادي انا كمان من الصبح موجوده ما عندي مشكله زين باللاترو جنافيك باللاترو اوكلوجن من اسم جنافيك يعني something skeletal من اوكلوجن يعني dental بقى ربطوا لي هسه الكروس بايت ويا شو المشكله اللي ممكن اشوفها inside the oral cavity المشكله اللي ممكن اشوفها inside the oral cavity
في جماعه الكروس باي يصير عندهم شيفتنج بالميد لاين صح؟ صح تمام. الفانكشنال كروس باي انا قصدي يعني من واحد هاي الحركه يصير عنده بالكروس باي يصير عنده شيفتنج بالميد لاين. الشيفتنج بالميد لاين بالديمتشن وشيفتنج بالميد لاين مال فيس تمام. احنا شغلنا بالباث اوف الاوجر كل الحكي على الماندبل. الشباب شفتوا قاعد على المكزله ما قاعد على المكزله تمام. حكي كله على الماندبل لانه هو الموفبل بون هو اللي قاعد يتحرك ما حكي على المكزله لانه مكزله ثابته. بالشيفتنج بالميد لاين اقارن الشيفتنج مال اللور ميد لاين اللور تي مقارنه ويا الفيشل ميد لاين تمام. راح اشوف الاشخاص اللي عندهم لاتروغنافيك او يسموهم بالترو كروس بايت ترو شو يسموهم ترو كروس بايت شو يسموهم ترو كروس بايت يعني الكروس بايت مالتهم سكيليتالي سببها شنو بون وليس دنتيشن تمام. الشخص اذا اقارن الميد لاين مال التيث ويا الفيس انه بالحالتين لا بالاوكلوجن ولا بالريست بوزيشن يصير كونسايدنس ما يطابق ابدا. ليش؟ لانه البون كله زاحف تمام. فالدنتيشن هم تزحف وياها لا بالريست بوزيشن ولا بالانتركاسبيشن ما يطابقون الميد لاين تمام. لكن باللاترال اوكلوجن يعني البوزيتيف فاكتور مال كروس بايت مالته شنو؟ قلنا دينتال صح؟ هذول الاشخاص من اجي اقارن الميد لاين مال التيث مال لور تيث ويا الفيس بالريست بوزيشن يعني ريست بوزيشن يعني في مرحله السكليتال ريست بوزيشن يعني المسلز تكون ريلاكسد اشوف انه اكو تطابق. ليش؟ لانه سكليتال نورمال. لكن بالاوكلوجن من يجي تسوي ماكسيموم انتركاسبيشن يطابقون الاسنان اشوف انه ما يطابق الميد لاين. معناها شنو؟ معناها الكوستيف فاكتور مالت منه هو الدنتيشن الاسنان لانه بالاسنان هو الجايد لكن بالريست بوزيشن السكليتال هو الجايد صح ولا لا؟ صح؟ اذا باللاتروجناثيك سكليتالي بروبلم يعني معناها اشوف انه الميد لاين مال اللور dentition ويا الميد لاين اوف ذا فيس لا بالريست بوزيشن ولا بالاوكلوجن يصير بيها كونسايدنس ما يطابقون تمام. باللاترال اوكلوجن اللي هو الكوستف ماركتر تكون دينتالي الميد لاين مال الدنتيشن ويا الميد لاين مال فيس بالريست بوزيشن اكو تطابق لكن بالماكسيموم انتركاسبيشن ما عندي كونسايدنس. صارت واضحه؟ واضح مفهومه؟ أب سؤال حد الآن؟ ها خلصت أول part.